الوداد يحرز اللقب الافريقي بعد الفوز على الاهلي 2-0. هارد لك النادي الاهلي والف مبروك النادي الوداد. تقالش الوداد تتقال الاتحاد الافريقي، الاتحاد الافريقي البطولة. للاسف يعني المؤامره اكتملت طبعا، وهم دول اللي كانوا عايزين يعني هو ده اللي كانوا عايزينه الاتحاد الافريقي. كابتن علاء يعني للاسف خسرنا اللقب، ولكن يعني بعض الحاجات كانت متوقعه، ولكن في الملعب نفسه اعتقد ان بعض اللاعبين تاثروا بالاجواء الخارجيه. يا طبعا هارد لك للنادي الاهلي ومبروك نادي الوداد، هي دي كره القدم، انت ما بتكسبش كل حاجه، ما بتكسبش على طول، لكن يعني حتى ايما ما يعني ما ينفعش يبقى عندك الايام تتاثر بالاجواء دي، انك انت خدت نهايات كتير قوي وكانت في ظروف اصعب من دي. لكن احنا اتكلمنا كان يعني بين الشوطين كده في عجاله على اللي حصل في الشوط الاول، بدايتنا ما كانتش بالشكل اللي احنا عايزينه، ما فرضت شخصيتك، وقلنا النهايات دي بدايات بتاعتها بتفرق. يعني خلصنا الشوط الاول وماشي، كانت فيه اخطاء وبدايه لكن الشوط الثاني ما كانش فيه تحسن كتير. بص يا ايمن، هو الوداد النهارده كسبك مش احسن منك في الكوره، لا خالص، هو في الكوره مش احسن منك بالمره. هو طبعا يعني الهدفين اخطاء مننا احنا، حتى كل الهجمات بتاع اللي عملها هو مننا احنا، دي حاجه خليها على جنب. هو النهارده كسبك بحاجتين بس، وحاجتين دول كانوا بيبقوا فيك انت قوي، تركيزهم كان عالي قوي، صحيح، حماسهم كان معديك. لازم نتكلم يبقى في يعني لازم نتكلم فيه، نتكلم بهدوء يعني. هو متحمس قوي، مركز قوي 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 طول ال 94 و95 دقيقه اللي اتلعبوا ايمن، هم مركزين متحمسين قوي، رغبتهم في الفوز كانت اكتر منه، صحيح. عشان كده النهارده رغم كل ده انت مضيع هدفين كنت ممكن تتعادل، مظبوط، سهل جدا. ولعبت يعني تقريبا الفرصتين اللي هي كانت في فرصه دي كره واحده بس لعبتها صح، او لعبتها في الحته اللي عندهم فيها مشاكل اللي هي في قلب الدفاع، مظبوط، عند محمد شريف وكده، والحارس مطلع واحده كمان من بيرسيتاو، يعني كنت ممكن تتعادل. بس يعني سبحان الله، يعني هو ربنا كاتبها لهم هم ان هم لا هم رغبتهم اعلى منك بكتير، ودي كانت غريبه، صحيح. حماسهم، تنظيمهم في الملعب منظمين جدا جدا جدا، لازم يبقى في كلام يعني كلام الناس كلها اتفرجت على الماتش. انت رغم كل ده لا مش احسن منك في الكوره اطلاقا، ولا على المستوى الفردي ولا على الجماعي ولا حاجه خالص، لكن هم بالثلاث حاجات دول، والحاجات دي على فكره ايمن مهمه جدا في كره القدم، تركيزك وحماسك والرغبه بتاعتك ممكن يغطوا حتى على الفنيات في بعض الاوقات. طبعا هو الفنيات ما فيش يعني ما تيجي تقيس فنياتك وفنياتهم، لا لا, لا, لا المسافه بعيده قوي، لكن هو الثلاث حاجات دي رجعت كفته، مع ان خلاص هي ربنا كاتبها لهم النهارده، مظبوط، ربنا كاتبها لهم لسبب ما، يمكن زي ما قلت لك الثلاث اسباب دول، لكن مش عايز اقول كان في حاجه في الملعب، ده كان في الجماهير طبعا قامت بواجبها كويس قوي مع الوداد، ما اساؤوش لعيبه النادي الاهلي، تشجيعهم ما اعتقدش كان في حاجه، الضغط الجماهيري عملوه كويس قوي، لكن انا من وجهه نظري معلش انت النادي الاهلي متعود على اجواء أسوأ من دي، فحته الاعداد وحته دخولك الماتش واضح ان هي من بدايه الشوط الاول كملت معاك لنهايه المباراه، ودي يعني غريبه شويه على لعيبه النادي الاهلي، لكن في الاخر دي كره القدم. ممكن النهارده كنت ممكن ايمن تعمل مباراه رائعه وفي الاخر تخسر، هي خلاص مش مكتوبه لك النهارده، لكن الحمد لله على كل حال النهاردة لك لعيبه النادي الاهلي ومبروك لنادي الوداد. خلاص بطوله مش مكتوبه لينا السنه دي، نفكر ان شاء الله في البطولات اللي موجوده عندنا، الموضوع مش هيعدي بالساهل ولا على اللعيبه ولا على جماهيرنا، وكل التحيه للجماهير اللي سافرت من القاهره هنا للمغرب، كنا نتمنى يرجعوا مبسوطين، لكن اللي انا عايز اقوله رغم كل ده مفيش حد من لعيبه النادي الاهلي اثره. ايوه يعني تقصير في الملعب، لا ما اقولش تقصير، مفيش حد بخل، مفيش حد اثر، لكن هي الظروف اللي انا قلت لك عليها دي، هي دايما كده كره القدم بتبقى حاجات بسيطه قوي بتفرق فيها في طول المباراه. صحيح. هو تركيزه حماسه رغبته عايز يفوز بمباراه، يمكن عشان البطوله على ملعبه فدي اديته حماس زياده او رغبه زياده، لكن انا كنت شايف ان انت رغبتك اعلى، كنت هتعمل حدث زي ما كان اسامه بيتكلم في بدايه الاستوديو، حدث ما حصلش قبل كده في افريقيا كلها ثلاث سنين ورا بعض، لكن خلاص هي دي كره القدم، مكسب وخساره، لكن انت مش متعود على الخساره، كلمه خساره مش موجوده في قاموس النادي الاهلي ولا لعيبته على مر السنين، لكن في الاخر تقول الحمد لله
ونشوف نبدا نبص للي جاي ان شاء الله بنظره طبعا اكيد احسن بكتير باذن الله ربنا. كابتن هاني قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله على كل شيء. احنا كلنا اكيد زعلانين، جماهير النادي الاهلي زعلانه ما فيش شك، ولا ده احنا النادي الاهلي، لكن خلينا نتكلم من شقين. الشق الاولاني اللي لازم برضو نتكلم فيه بكل امانه، انت النادي الاهلي انت بتصل للمباراه النهائيه، مش هقول في ثلاث سنين، في اقل من ثلاث سنين، في سنتين بتوصل للمباراه النهائيه في بطوله افريقيا الاقوى على مستوى القاره، وبتحصل على بطولتين. ده جزء لازم نفتكره كويس قوي. ساعه الغضب اكيد بتبقى كلنا غضبانين وزعلانين، لكن كمان لازم نقدر جزء مهم جدا ما انجزه اللعيبه. ولسه كان كابتن اسامه بيتكلم، ده جيل ممتاز وجيل مميز جدا للنادي الاهلي. ممكن نتكلم على اخطاء كتيره جدا جدا النهارده، ممكن نتكلم على ان النادي الاهلي كسب نفسه. يعني انا في اعتقادي الشخصي الاخطاء اللي وقع فيها لعيبه النادي الاهلي على المستوى التكتيكي على المستوى الفردي كانت سبب رئيسي في الهزيمه. توقيت الاهداف او توقيت الاخطاء اللي وقع فيها اللعيبه كمان كان ليه عامل مهم. انت في الدقيقه 14 الشوط الاولاني وفي اول بدايه الشوط الثاني، بدايه الشوط الثاني فانهت الامور، السيناريو صعب جدا. بلس انك كنت نازل متوتر، بلس ان الاجواء ما قبل المباراه كانت اجواء صعبه، ما حدث هنا في القاهره كان برضو اجواء صعبه، كنا نتمنى ده ما ياثرش على اللعيبه. واضح ان كان في جزء من هذا التاثير، وهقول التاثير دوت في لعيب لعيب مميز جدا. مزبوط. عبد القادر. مزبوط. لما تبص لعبد القادر اولا قدم مباراه، اكيد شفنا مباراه سيئه، لكن ليه مباراه سيئه؟ لانه كان متوتر جدا. كان واضح ان في جزء من الخوف دخله، لان مش هتقدر تقول العامل البدني لانه مش موفق اول ربع ساعه، وبالتالي انت بتستبعد العامل مش البدني، مش معتاد على اللعب في الاجواء دي، ممكن يكون تأثر شويه. ماشي، المفروض يكون هو لاعب النادي الاهلي، لكن جزء من التاثير ده اثر على عبد القادر. مظبوط. عندنا توتر جدا في الحته اللي ورا، خاصه الشوط الاولاني سببها الاهداف. اخر ربع ساعه من المباراه اعتقد لو كان النادي الاهلي بهذا الحماس وهذا الاصرار على انك حتى تجيب جول كنا ممكن نحرز هدف. يعني الوقت اتاخر بينا جدا، العوامل الفنيه اكيد ليها تاثير. احنا مش عايزين نضحك على الناس، النادي الاهلي النهارده مش في مستواه، معظم لعيبه النادي الاهلي مش في مستواها. عايز اقول ان كمان على الاداره الفنيه كمان كان ممكن التغييرات تحصل بشكل بدري شويه، كان ممكن تاثر على نتيجه المباراه. ده لازم نقوله، بنقول مبروك لنادي الوداد، لان زي ما الكابتن علاء قال تحس ان في نوع من انواع الاصرار الاكثر، الرغبه اكثر شويه، واحنا مش متعودين ده على النادي الاهلي. في اعتقادي الشخصي احنا لو حتى لغايه الدقيقه 80 كنا جبنا هدف الدنيا كانت هتقل، كان ممكن ترجع لاجواء المباراه. لكن خلينا نتكلم بكل امانه، النهارده ما كانش يوم كويس لفرقه النادي الاهلي على مستوى الاداء، على مستوى التحضير، على مستوى كمان التماسك داخل الملعب بشكل كبير. صحيح. اخطاء كثيره جدا على المستوى التكتيكي، على المستوى الفردي، لعيبه كتيره جدا النهارده خارج الفورم مستواها. ده جزء هنتكلم فيه لان احنا بنتكلم بكل امانه، لكن مع واحنا بنتكلم كده ما ننساش ان هذا الفريق خلال سنتين احرز بطولتين افريقيا، احرز البرونزيه كاس العالم، وصل لنهائي البطوله الثالثه، وصل البطوله الثالثه على التوالي. واحنا زعلانين لازم كمان نفتكر الجزء ده. يعني مش عايزين احنا دايما بنلوم على اللعيبه ونلوم في اخطاء و لكن مش عايزين عمليه. صحيح. الدبح، نبص للجوانب الايجابيه برضه. بالظبط، احنا بنتكلم في اخطاء و لكن هذا الجيل كمان جيل مميز جدا من اللعيبه، وصل للنهائي ثلاث مرات على التوالي. على الشكل الاخر، الشكل الاداري، النادي الاهلي عمل اللي عليه وزياده على مستوى. صحيح. مجلس الاداره، على مستوى الكابتن سيد عبد الحفيظ، على مستوى كل اعضاء مجلس الاداره بدايه من الكابتن محمود الخطيب، اثبت حقوق النادي الاهلي، اثبت وقعات كنا مصرين على حقوقنا. دي جزء اتكلمت فيه قبل المباراه، كان لازم النادي الاهلي يعمل كده. ايوه، الجزء الاداري، الجزء الفني لا، في دفوهات وفي اخطاء ممكن نتكلم عليها. هارد لك للنادي الاهلي النهارده، كلنا طبعا زعلانين، لكن خلينا نبص لقدام. ودايما النادي الاهلي في الفرح والحزن لازم يقفل على طول الصفحه. عندنا دوري خلاص، احنا زعلانين لكن ده يترجم بقى ان شاء الله باذن الله في بطوله الدوري، عندنا مؤجلات كتير، نبدا نظبط اوراقنا باذن الله. صحيح. ان شاء الله. كابتن بلال، هارد لك، القادم افضل ان شاء الله. هارد لك طبعا للنادي الاهلي وجمهوره ولاعيبته ومجلس ادارته. تمام. يعني كره القدم مش هتكسب على طول، يعني بطبيعه الحال، يعني انت مش هتاخد كل، يعني مفيش فرقه في الدنيا بتاخد كل البطولات. كسبت بطولتين ورا بعض، المره دي توصل النهائي،
بتخسر البطوله، خسرتها بره الملعب قبل ما تخسرها جوه الملعب، خسرتها بره الملعب من كل الاجواء اللي حصلت، الاتحاد الافريقي والتنظيم المباراه اللي ما فيهاش اي نوع من انواع العداله، اثرت على اللعيبه سلبا، اثرت على اللعيبه سلبا، اجواء ما قبل المباراه كمان اللي حصلت مع مجلس اداره النادي الاهلي، واكيد الاجواء حصلت مع اللعيبه، كل ده بيتنقل للعيبه وكل ده بيأثر عليه سلبا يعني. لكن مش دي نهايه المطاف اكيد طبعا. انت قبل كده برضو غلبت 2 نهائي افريقي ورا بعض، بس قدرت ان انت ترجع وتكسب 2 نهائي افريقي، مش نهايه المطاف اكيد. فرق النادي الاهلي كبير كبير باسمه وبتاريخه، ويقدر يتواصل بقى، لسه عندك دوري عام زي ما قال الكابتن هاني من شويه، لسه في دوري عام، لسه عندك بطولات افريقيا جايه كتير جدا. الجيل ده يعني عنده حظوظ ان هو وصل 3 مرات نهائي افريقيا، عندنا حظوظ ثانيه نكمل ونلعب ونروح كاس عالم مره ثانيه، مش نهايه المطاف بالنسبه لكره القدم يعني. اتأثرت يعني. انا قلت قبل المباراه طبيعي، بص وضع طبيعي، الاجواء اللي حصلت كلنا يا كابتن يعني احنا كلنا كنا قلقين تقريبا قبل المباراه، الشعر اللي حصل قبل الماتش يخرج اي حد من تركيزه، وضع طبيعي. لكن ايضا في الملعب كان في اخطاء فنيه كتيره جدا، في اخطاء فنيه كتيره جدا على مستر موسيماني. ما حسيتش النهارده الحقيقه بالروح بتاعه النادي الاهلي في الملعب. انا سيبك من المباريات، سيبك من الاداء الفني، انا مش الاداء الفني على فكره ممكن تبقى سيء جدا فنيا، لكن قتاليا لازم تبقى قوي جدا 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 جدا. يعني انا للاسف ما حسيتش ان في قتال حتى بعد ما تسجل فينا هدفين. في بعض الاوقات انا عايز اقول لك ان انت جالنا النهارده فرصه بعد تراجع الوداد بعد دقيقه 25 انك تروح وتلعب كورتك زي ما عملت الشوط الثاني. الشوط الثاني انت جالك يعني فرصتين في فرصه يعني، كان ممكن تسجل من هدف وترجع للمباراه مره ثانيه. لكن احساسك وانت قاعد بره واحنا بنتفرج، لا انت مش حاسس ان البطوله دي بتاعت النادي الاهلي يعني. مش حاسس القتال والروح والعزيمه والاصرار والشخصيه والاراده، ما حسيتهاش الحقيقه. ليه ما حسيتهاش داخل الملعب من اللعيب؟ ليه ما فيش شك، مش شايف يعني. احنا كنا بنتكلم في نقطه مهمه اتكلم فيها كباتن واسامه، اتكلم فيها كابتن علاء وكابتن هاني، مين النهارده بيشد مين وبيزعق له بيقول له العب؟ مين بيزعق في الملعب؟ مين بيدي يعني؟ مش لازم المدير الفني، احنا مفتقدينها من فتره، لازم المدير الفني هو اللي يزعق من على الخط، مش مسموع على فكره. المدير الفني مش مسموع من بره الاجواء دي، لكن اللعيبه داخل الملعب، اللعيبه الكبيره، انه حتى مش لازم تكون كابتن فرقه على فكره عشان تشد زمايلك. انا ما شفتش الشده في الملعب دي، انا ما شفتهاش الحقيقه، ما شفتهاش من لعيبه النادي الاهلي. متاثرين ممكن نكون متاثرين، نازلين في بعض الاحباط، ممكن نكون نازلين في بعض الاحباط من الاجواء اللي حصلت قبل الماتش. لا هو كنت حاسس ان من البدايه كان في توتر من بدايه الماتش. كنت انا اتكلم على عبد القادر، عبد القادر المفروض لعيب عنده مهاره وعنده سرعه ولعيب امكانياته وقدراته كبيره، لا حسيته قلقان يعني داخل الملعب مهزوز يعني. مش ده عبد القادر، احمد عبد القادر مش احمد عبد القادر، مش كلهم بس يا جماعه، مش احمد ده انا احنا بدي مثال علي ديانج، بلاش كل علي ديانج، علي ديانج نفسه مش عايزين القوه البدنيه يعني مش هنحطها يعني. معظم اللعيبه فيها توتر اول نص ساعه، مش دي لعبه النادي الاهلي، الميس باص كتير جدا. اليو ديانج يزق الكره فتطول منه، حمدي فتحي الكره نفس سيطره على الكره فعلا، اجواء للفريق. سيناريو كمان مستر موسيماني ما عجبنيش النهارده الحقيقه يعني، الكرات الطوليه على راس حربه، اسلوب اللعب يعني. انا حتى راس حربه قصير دي برضو قللت مننا كتير الاسلوب. لما رجعت في وقت من الاوقات لكرتك الطبيعيه كان ليك شكل، كان ليك خطوره، وهديت وسبت للجول. خلي بالك ده ممكن ما يكونش تعليمات مدير فني، هو عشان انت مش قادر تطلع بالكره صح، مفيش حلول يعني، بيبقى اللعيب بيستسهل انه يلعب كره طويله لقدام يعني. ساعات ده ما بيبقاش، ما هو الكلام ده يا كابتن هاني، الكلام ده يقول ما تلعبش صح، بس الكلام ده خد بالك الكلام ده استمر برضو الشوط الثاني. يمكن اسامه ما بين الشوطين قال لك احنا عايزين اللعيبه المهاجمين تنزل شويه عشان يبقى في كوره تتحضر وتشتغل، خصوصا ان انت عندك سرعات كبيره جدا قدام يعني. بريستاو سريع، طاهر محمد طاهر عنده سرعه، متحرك كان النهارده حتى شويه بالظبط يعني. حسين الشحات عنده سرعه برضه. ابتديت الشوط الثاني بنفس الطريقه، انك بتحضر مش عايز تكمل، فبتدي تلعب كره طويله جدا، بتلعب على السكند جول برضه صعب. مش طريقه اللعب النادي، مش طريقه لعبنا، وخاصه هم كمان انا في رأيي هو عايزك تلعب كده. بص الاطوال عندهم قد ايه يعني، هو خط الدفاع بتاعهم كان مرتاح ليه؟ لانك انت بتعمل له الحاجه اللي هو بيجيد فيها. اسلوب اللعب صحيح، اسلوب اللعب يا كابتن اسامه كان سبب من ضمن اسباب الخساره النهارده، اسلوب اللعب طبعا جزء من اسباب الخساره النهارده. ان احنا قلنا المباريات دي بتكسب ولا تلعب. تكسب ازاي؟ النهارده مستر موسيماني فاتح الجيم من اول دقيقه في المباراه. مباريات النهائيات دي ما ينفعش ان انا العب باتنين في وسط الملعب، ديانج وحمدي فتحي بس. على فكره انا تخوفت من الموضوع ده في البدايه، قلنا لازم اتكلمت معاكم فيه في وسط الملعب،
يديك اكتر امان تامن نفسك، حتى لو ما لعبتش بثلاثه في نص الملعب، الطريقه القديمه كان بيلعب بثلاثه في خط الظهر. ايوه فالتفاصيل، وضربنا مثل بريال مدريد ليفربول، قلنا ريال مدريد فضل يدافع لما خطف في واحده، لكن موسيماني فنيا فاتح الجيم من اول دقيقه. ده ادى في بدايه المباراه نص الملعب كان عندك في لخبطه في نص الملعب، الدنيا مش قادر تمسك كرة، في ضغط عالي عليك مش قادر تستحوذ على نص الملعب. قلنا بين الشوطين ما يدخلش فيك هدف تاني علشان تقدر ترجع المباراه. في اول دقيقه خطا ساذج من محمد هاني صراحه، يعني ما يقعش فيه ناشئ صغير. تغطيه ولازم انا اروح للكوره، ما ينفعش ان انا استنى الكوره تيجي عشان تاخدها والراجل سبقه، يعني خطا ما ينفعش. مع ان هو كان شايف الكوره وشايف الراجل. ما ينفعش، لازم انا كمدافع انا لو اروح للكوره اطلعها برجلي الشمال او رجلي اليمين اشلتها، لكن صحيح. الخطا توقيته صراحه صعب جدا، يعني انت يعني قتل الماتش تقريبا. دي النقطه اللي وقع فيها موسيماني، حته عدم لعبه بتلات. النهارده لو السوليه بالمستوى الرائع اللي احنا شفناه تلت ساعه اللعب ده، طب ليه ما يبداش من اول مباراه؟ طب النهارده لو السوليه مش موجود او الجاهزيه بتاعته مش 100%، رامي ربيعه ليه ما بداش في نص الملعب وابدا بثلاثه من نص الملعب وادافع صح واخطف انا واعمل اللي كان بيعمله الوداد؟ دي الاخطاء الفنيه اللي او الخطا الفني اللي كلفنا النهارده الخساره النهائي. صحيح. لكن النهارده الجيل اللي بيلعب، احنا زي ما احنا اتفقنا قلنا احنا في 2005 و2006 خدنا البطوله وكنا عايزين نبحث عن مجد وتاريخ كبير. صح. والبطوله كانت النهائي في ملعبنا. ملعبنا وخسرنا 3-1 من النجم الساحلي. الاجواء المره دي مختلفه تماما. صحيح. انت خسران من قبل البطوله، خسران بالاجواء اللي بتحصل. مظبوط. وخلي بالك انا لو لعبت المباراه النهائيه وخسرت 1000 مره انا مش مع قرار الانسحاب. وانا كمان انا كنت لسه هتكلم عليه دلوقتي. مرة مش مع قرار انسحاب. لا مش النادي الاهلي. الانسحاب ده اللي احنا كلفنا في التسعينات وكان ليه اثار سلبيه علينا ودلوقتي ما ينفعش قرار انسحاب. لا لا. حتى لو انا خسرت وهلعب تاني وهخسر. لا. هلعب المباراه. صحيح. لكن التواطؤ هو كمان يا وسام كابتن خطيب قبل المباراه لما كان الكلام على الانسحاب والانسحاب ممنوع انسحاب. لا حتى لو كنت بتكلم بطمن عليه قال لا لا يعني موضوع الانسحاب ده يعني ما فيش حد يتكلم فيه خالص. صحيح. عمر النادي الاهلي ما انسحب يعني طبعا تكمله الكلام. لا يعني. وفي التسعينات لما انسحبنا وكان في اثار سلبيه بعد كده ودخلنا في اجواء فكان انسحاب مرفوض. طبعا طبعا. لكن النهارده هتخسر كتير من الانسحاب. اللي انا بلوم عليها كابتن ايمن يا كابتن اللي بلوم عليه دلوقتي هو اسمه والله النادي الاهلي المصري. طبعا. يعني النهارده لما يكون التواطؤ من الاتحاد الافريقي هنا لازم اتحاد الكوره هنا لازم تلاقي ناس تقف جنبك. لما تلاقي اتحاد كوره متواطئ هو كمان مدير تنفيذي بيجي له الملف والورق علشان يحطه في الدرج، يبقى ده ناس قايمه على الرياضه في مصر. لا طبعا دي ناس عندها امانه وعندها مسؤوليه. بالظبط. مش امينه على النهارده على مناصبها. عضو مكتب تنفيذي في الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي ومفروض بيقف في ظهر الانديه وفي ظهر المنتخبات وبيكون مساند، كابتن هاني ابو رده ليه ما يعملش ربع اللي بيعمله فوزي لجع في المغرب هناك وبيسد؟ شفت اول لقطه اول لقطه بعد فوز الوداد بالبطوله ونزول الملعب واحتفاله مع اللعيبه. أيوه. فين الكابتن هاني ابو رده؟ يعني فين الكابتن هاني ابو رده في كل اللي بيحصل ومساندته للاهلي من اول دقيقه؟ ده حتى النهارده لو احنا بنقول اللوم على اتحاد الكوره انه ما اعلنش او خاطب النادي الاهلي، انت فين دورك كمسؤول داخل الكاف انك تعلن النادي الاهلي وتخبر النادي الاهلي المعلومه؟ ده المصيبه السوداء ان الكابتن هاني ابو رده هو اللي صوت للمغرب. ده دي مصيبه اكبر. ايوه مصيبه. يعني التواطؤ يعني مش حد افريقي فاسد. حتى جوميز النهارده الحكم اللي احنا كنا بنستبشر بنقول الحكم الانزه طلع النهارده برضو بيطبق الفساد الموجود في قاره افريقيا. في كوره النهارده عدل ما فيهاش حاجه في الشوط الاولاني حتى لو هو عنده نيه سليمه للعب يديها استكمال فرصه. أيوة. وبعد كده يرجع للفار تاني لو في اي حاجه. وكانت 2-1 2 على 1. بس هو حكم ذكي جدا على فكره. الكره الاخيره لوليد سليمان بنت النيه قوي. كره فاول لوليد سليمان 18 ده انت بيحجمك. أيوة. للاسف هو ده الفساد اللي موجود في افريقيا وهيفضل موجود. كابتن سيد عبد الحفيظ لما كسبنا البطوله اللي فاتت قدام كايزر تشيفز بعدها بكام يوم ببارك له وقلت له كلمه انا لسه فاكرها وهو رد عليا قال لي ايه؟ قلت له احنا عندنا فريق نقدر نكسب البطوله لثالث مره. أيوة. على التوالي عندنا لعيبه وعندنا جيل. قال لي بس في الاتحاد الافريقي هيسيبوك تكسب البطوله المره الثالثه؟ استحاله. صحيح. علشان كده لما شفنا الاجواء النهارده مجلس اداره النادي الاهلي بيحارب من اول يوم بيحارب لوحده. صح. ولا وزير رياضه ولا رئيس اتحاد كوره اللي المفروض مسؤول عن الرياضه ويكون موجود النهارده مع النادي الاهلي في الدار البيضاء ولا في كازابلانكا هناك ويكون مساند للنادي الاهلي وهو شايف وقاري الاجواء دي كلها على الاقل يعني مشاركه معنويه تكون موجود جنب البعثه هناك ما كانش موجود. كابتن هاني ابو ريده يعني
يعني دور مخزن صراحه ليه، سواء في الاتحاد الافريقي بالنسبه للنادي الاهلي، او حتى كمان في مشكلتنا وقت كاس العالم للانديه، وقت ما خدوا لعيبه النادي الاهلي ولا لعبوا معانا في كاس العالم للانديه وكان نفس الدور. للاسف المسؤولين زي دول ما يشرفوش الكره المصريه، دول خايفين على الكرسي، دول ما يصلحوش للرياضه المصريه، ولا نتشرف بيهم اساسا ان يكونوا موجودين في الرياضه المصريه. واتحاد كوره اصلا واحد مدير تنفيذي بياخد الفاكس عشان يحطه في الدرج ويقول لك اكيد النادي الاهلي عارف. هل دي ناس تكون امينه على الرياضه المصريه؟ لا. تكون موجوده في المكان ده؟ والنهارده الاجواء اللعيبه بتلعب فيها بدايه من اول من كام يوم، تاني حاجه من دخول الجمهور، دخول مجلس الاداره اللي بيلاقي كل الصعاب علشان يدخل، ده مجلس الاداره اتضرب وهو داخل، اجواء صعبه جدا. يعني انت النهارده احنا بنتكلم كفنيات موسيماني عنده اخطاء، في لعيبه النهارده كانت مقصره في حقها وفي حق النادي الاهلي وخارج نطاق الخدمه، والنهارده كانت مقصره مع النادي الاهلي، لكن ده كله يعني ما ننساش الاجواء اللي لعب فيها النادي الاهلي، اجواء صعبه جدا، ما يقدرش اي لعيب يستحمل يلعب في كل الاجواء دي. فالنهارده ما نقولش مبروك للوداد، احنا ما نقول مبروك البطوله للاتحاد المصري، مبروك للكابتن هاني ابو ريده فوز الوداد، مبروك للاتحاد الافريقي الفساد اللي موجود ودايما هيكون موجود في الاتحاد الافريقي. ورغم ده كله انا برضو لسه عندي كلمتي، النادي الاهلي احنا خسرنا النهارده، لو هنلعب 100 مره وهنخسر انا مش مع قرار الانسحاب تماما. في هو تأييدا لكلامك كابتن اسامه، في لقطه هنجيبها دلوقتي ان شاء الله، لقطه كابتن محمود الخطيب بيكلم فيها رئيس الاتحاد الافريقي ورئيس الاتحاد الدولي وبيقول له يعني اللي حصل ده مش فير. يعني فين صوت مصر؟ يعني صوت مصر فين صوت مصر؟ فين الكابتن هاني ابو ريده؟ انا عايز اقول لك حاجه، يعني في وسط يعني هو لو ليه مركز اعلامي وليه ناس متحدثه اعلاميين باسمه يطلعوا يقولوا هو عمل ايه؟ هو انا في وسط الاحداث ديت شفت الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكوره هناك في المغرب، بس ما سمعتش صوته خالص، ما سمعتش اي تعليق عنه في وسط الاحداث الحاضره، حتى ولو سافر بدعوه. يا كابتن ايمن مش عارفين نظام المؤتمر، المؤتمر بتاع المدير الفني بتاع المنتخب خلي بالك بس يا كابتن علاء، احنا بنتكلم ده كله وبنقول اولا عندنا اخطاء فنيه. لا طبعا احنا احنا النهارده ما بنخترقش المباريات الفنيه عند موسيماني، بس الاجواء بس الاجواء اللي اتحطت ولعب فيها النادي الاهلي النهارده اجواء صعبه جدا. انا بقول لك احنا وكابتن علاء كان موجود في الجهاز الفني في 2007، احنا بنخسر البطوله وسط جمهورنا وجمهورنا بيحيينا في استاد القاهره، جمهور النادي الاهلي بعد ما بنخسر من النجم الساحلي الناس كلها بتنادينا وبتحيينا. لكن الاجواء اللي اتحطت فيها لعيبه النادي الاهلي النهارده اجواء صعبه جدا. انت كنت قلقان قبل الماتش وانا كنت قلقان وكابتن هاني كان قلقان برضه، كابتن علاء مهيب برضه كان قلقان، الظواهر كلها يعني انت يعني عايزين ندي البطوله للوداد، متفق عن البطوله اللي ضاعت في 2019 بعد اللي حصل ما بين الترجي وما بين الوداد والفار والكلام ده، فهي هي من ساعتها حتى كابتن بلال قال احنا عايزين يعوضوهم على حسابنا، عايزين نكافئ الوداد. أيوة وعندهم فوزي لجع راجل بيحارب من سنه 2019 بقاله 3 سنين بيحارب ازاي اكافئ الوداد. صحيح، وده حقه، واحد بيحب بلده، واحد بيحب الانديه، واحد مسؤول في الاتحاد المغربي. البطولتين عنده السنه دي في افريقيا. كابتن خدهم نادي بركان، بقول لك نادي بركان والوداد، والوداد خد البطوله الثانيه زي ما اسامه بيتكلم. عشان مين؟ مش عشان لعيبه وجهزه فنيه، عشان فوزي لجح واحد قوي عندهم بيساند الانديه، واحنا للاسف عندنا هنا ناس خايفه على الكراسي. دور النهارده في الاتحاد الافريقي، قول لي مين المصري الموجود في الاتحاد الافريقي؟ مين المصري الموجود في الاتحاد الافريقي غير كابتن هاني ابو ريده وكل اللي بيعمله داخل الاتحاد الافريقي؟ كابتن هاني ابو ريده ساعه عشان يمشوا من الاتحاد الافريقي كان على راسهم المرحوم عامر مصطفى فهمي، حارب علشان يمشي، وناس تانية غيرها كتير. لا انا عايز افهم حاجه كمان، ايه دور الاتحاد المصري في المشكله اللي حصلت اللي فاتت دي بالنسبه للنادي الاهلي؟ في المشاكل اللي حصلت للنادي الاهلي فين دور الاتحاد الكره المصري؟ كله بقول لك الراجل خد الايميل والفاكس حطه في الدرج وبقول لك اكيد النادي الاهلي عارف. يعني انتوا كباتن اشتغلتوا قبل كده يعني في منتخبات ناشئين ومنتخبات اولمبي، فيعني هل ده كان بيحصل؟ هل الاخطاء الاداريه دي كانت بتحصل بالصوره دي؟ ما فيش شك ان في طبعا لازم التنظيم الاداري لازم يتظبط، واحنا بنتكلم على مر العصور في بعض المشاكل على مستوى الاداره، ده لازم كلنا نعترف بيه. ماشي، في مشاكل على مستوى الاداره. ماشي يا كابتن. الجزء الثاني، هل في حساب؟ نقف هنا، هل في حساب؟ ما هو الحساب دوت، ما انا بكلمك على الشكل اللي احنا اعتدنا عليه يا كابتن. للاسف لازم يكون في تغيير في كل دوت، لازم يبقى في سيستم واضح، علشان تعرف
المخطئ مين، لازم تحط سيستم، لازم تحط نظام. هو كابتن هاني حضرتك بتقول اعتدنا على الخطا، ده اعتدنا على الخطا، يبقى احنا كتير متعودين على الاخطاء دي على طول، والاخطاء دي هتفضل متكرره، هتبقى متكرره لو انت ما بتصلحش، لو انت ما ومين اللي بيصلح هنا في اتحاد الكوره؟ ما احنا بنتكلم، ما هو لازم يكون في اصلاح. انا بتكلم على عمليه اصلاح، لان المشاكل على مستوى الانديه، على مستوى المنتخبات موجوده. الاصل الاصلاح يجي بعد المحاسبه. اهو يا كابتن اللقطه دي، لقطه كابتن محمود الخطيب، يعني اكيد في زعل طبعا واضح جدا جدا، و دي اللقطه بيقول لهم يعني بما معناه الصوره تكفي، الصوره يعني مش عايزه تعبير، مش هقدر ان انا اتكلم، بس هو كابتن محمود الخطيب كانه بيقول لهم يعني دي اجواء حد يلعب فيها كوره بالظبط. ده حتى النهارده ده انت شفت ليفربول وريال مدريد بنضرب بيه المثل، ملعب نص جماهير هنا ونص جماهير هنا، اما انت هنا ملعب متقفل لكل الجماهير، والنهارده انت رايح على مجلس اداره حين الصبح علشان يحاربوا على المكان اللي انت واخده، صحيح، بالخناقه، مجلس الاداره داخل الملعب بيمنعوهم الامن. لا هات لي الصوره مره ثانيه، عشان الصوره دي كمان ده، خلي بالك احنا بنتكلم وانت بطل افريقيا سنتين، صحيح، بس الظلم اللي واقع عليك السنه دي يعني حاجه كبيره قوي. لا هات لي الصوره بتاعت الجماعه بتوع المؤامرات الافريقيه، ده اكبر الصوره اللي قبلها، ده اكبر واحد يعني ايه الصوره دي. الصوره دي معناها ايه يا كابتن اسامه؟ معناها خلاص بقى عدت. بص يعني بص احنا كنا عايزين انا احلل لك الموقف، يعني كنا عايزين انا احلل لك الموقف بالنسبه لمتسبر الاتحاد الافريقي. كنا في عصر فساد احمد اختلاسات ماديه وكل الكلام ده كله، فجابوا راجل نزيه ماديا متسبي لكن جاهل بكل اللوائح وكل حاجه، بيسلم الاتحاد الافريقي لفوزي لجنه، فهو ده لا يقل فساد عن اللي كان قبله بالظبط. طبعا ما هو ده فشل في الاداره يا كابتن اسامه، ده فشل اداري، انت بتتكلم عن حاجه أسوأ. فاهم؟ حتى في الفيديو اللي كان عايز يكلم مسيبي يكلم كابتن خطيب، قال له لا انت ما تكلمنيش كرئيس نادي، انت ما تكلمنيش كمحمود خطيب، انت بعت لي زمان، انا بعت لك كنادي، بعت لي انت كاتحاد افريقي وخاطبني. ايوه صحيح صحيح. طيب كابتن هنا فوزي بعد المباراه مباشره يا كابتن اسامه، هو كابتن علاء بعد المباراه مباشره لما نزل من فوق، و طبعا بيهني بس هو عايز اقول لك حاجه في اللقطه دي، قال له ايه يعني بما معناه يعني انا عملت اللي عليا، يعني فاهم، انا عملت اللي عليا وانت خلاص الحمد لله رب العالمين هيئت لي كل حاجه وانا كسبت الماتش خلاص. فيعني للاسف يعني انت عارف اللقطه دي انا شفتها فين؟ اللقطه دي شفتها انا فين؟ شفتها في 2019 نهائي الكونفدراليه الزمالك وفرقه المغرب. كان مين فرقه المغرب وقتها؟ في 2019 2019 لما الزمالك فاز بالكونفدراليه، نقطه بركان. شفت اللقطه دي بس كانت معكوسه بقى، مش فوزي لكجع. شفت الكابتن هاني ابو ريده وهو واقف على منصه التتويج بتاعت نادي الزمالك. دي وقتها شفتها. اما مع النادي الاهلي ما شفتش اي لقطات خالص الصراحه. صحيح. الظروف كلها يا كابتن علاء حاجه صعبه جدا الحقيقه والله، اجتمعت ضد النادي الاهلي. هي مؤامره طبعا محبوكه، ولكن احنا طبعا كلنا كنا متخوفين، ولكن اللي حصل حصل، ولكن الخساره لا تقلل ابدا من قيمه هذا الجيل. زي ما قالوا الكباتن، الجيل ده وصل 3 نهائي افريقيا، وانجاز يعني قلما يحدث. الجيل ده احرز قبل كده بطولتين افريقيتين ورا بعض، وجايب 2 برونزيه كاس عالم ورا بعض. الخساره النهارده لا تقلل ابدا 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 من انجازات هذا الجيل. ده حقيقه اتكلمنا فيها كلها. طبعا ما ينفعش تهد انجاز جيل كامل وتعب سنين كبيره قوي عشان مباراه او عشان بطولة. على معنى الاصح يعني. لكن وزي ما قلنا هي دي كره القدم، احنا بس بنناقش ده ايمن الاجواء اللي كانت حاصله قبل المباراه، هو ده اللي احنا بنتناقش فيه. لكن مكسب خساره، انا بقول لك كنت ممكن نلعب كويس قوي النهارده ونخسر عادي، لكن اللي حصل قبل المباراه كان موجود بغض النظر عن نتيجه المباراه، موجود متوثق. ومجلس اداره النادي الاهلي قال انا كل حاجه موثقه، وحتى مش هتكلم غير بعد المباراه، وحقوقي انا هحتفظ بيها. لكن اللي حصل حصل خلاص، المباراه 90 دقيقه انتهت. في حزن جامد جدا 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 في كل حته، حتى واضح على وش كابتن خطيب، اكيد متضايق واكيد زعلان، اللعيبه طبعا في منتهى الحزن، المدير الفني حزين، جماهير النادي الاهلي طبعا حدث ولا حرج، يعني حزن مش طبيعي. لكن هي مرحله او وقت صغير، لازم الموضوع ده ينتهي بسرعه، يعني الحاله لازم تستمر. بس هو كابتن اسامه برضو قال حاجه على حته
في ناس كتير جدا كانت بتطالب الفتره الاخيره النادي الاهلي بالانسحاب. استحاله. يعني عايزين برضو نتكلم الموضوع ده لان الناس يا ايمن يا ريتنا ما كنا لعبنا ماتش. ليه؟ لا 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 خالص. لا 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 يا جماعه ما فيش حاجه اسمها انسحاب. النادي الاهلي انسحب عشان مباراه استحاله. انا بقول لك كابتن نفسه كلم قال لي ممنوع حد يعني يتكلم الموضوع ده. يجيب الكلمه دي اساس استحاله هتحصل. وهنتكلم واسامه واكيد بلال كان في الموضوع ده ممنوع استحاله. حتى لو انت عندك احساس بالظلم والاضطهاد. بص يا ايمن لو حصل اكتر من كده. ايوه بص لو حصل اكتر من كده هو عايزك تعمل كده بالظبط. شفت مش موجود على الساحه. لا هو كابتن علاء الوداد الوداد لما اتسحب قدام الترجي وكان الفار ما بيشتغلش ايه اللي حصل؟ الترجي خد البطوله. الترجي خد البطوله في جزء كمان يعني. كابتن على مستوى اسم النادي الاهلي لا صعبه يا جماعه يعني. حتى على سيبك على المستوى الافريقي لما حتى بتطلع في النادي الاهلي بينسحب في نهائي الافريقي دي طبعا النادي الاهلي مش يعني مستحيل كان التفكير فيها يا جماعه. صعبه يعني الموضوع اصلا. تاني برضه عشان الناس بتتفرج علينا لازم نفرق ما بين ان احنا بنتكلم يا جماعه ده مش ايوه شماعات. صح صح. احنا النهارده كنا وحشين. النادي الاهلي فعلا النهارده ما كانش بالمستوى الجيد. لا غير كده يا كابتن هاني. اصل في ناس طالعه دلوقتي تقول لك ايه يا ريتنا يا ريتكم ما كنتوا. لا 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 ما احنا قايلين لكم. لا بالعكس بالعكس بالعكس. يعني انت شرف ليك انك تروح في الاجواء ديت وتخسر ولا شرف ليك انك تقعد في البيت ولا تنسحب؟ انا مع الكابتن يعني مع الكباتن كلهم. ده احنا لو اتعاد تاني الماتش بظروف اصعب لا النادي الاهلي يروح. لان اسم النادي بينسحب دي شكلها وحش جدا 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 في تاريخ النادي. واولا عليك عقوبات. ثانيا ممكن جدا اللي بتعمل عشان تبعد انت عن الساحه 4-5 سنين. وبالتالي لا انت دايما بتبص لمصلحه النادي الاهلي. فرص طبعا فرقه ثانيه. وبعدين الانسحاب ده خوف يا كابتن. الاهلي ما يخافش المفروض يعني. لا وغياب حاجات ماديه برضه. طبعا مظبوط. تسويق ورعايه كاس عالم انديه يا جماعه ما ينفعش يا جماعه. تصنيف افريقي في لقب نادي القرن بتخسر حاجات كتير يا اسامه. انت بتتكلم على تكلم عن النادي الاهلي. النادي الاهلي يا جماعه في حته ما بكلمش افريقيا كتير. هتكلم عليه النادي الاهلي. بكلم عن النادي الاهلي في حته ثانيه خالص. مظبوط صح. الجماهير النادي الاهلي كانت زعلانه عشان ليفربول عشان صلاح وعشان ليفربول عشان ريال مدريد بقى في بطوله زياده هتضيف له عشان النادي الاهلي بنفس ريال مدريد. انت فاهمني يا تفهمني يا اسامه. فانت بتقارن ايه؟ انا هنسحب من بطوله افريقيا؟ لا طبعا. انت النادي الاهلي في حته ثانيه خالص في كل حاجه. ما ينفعش انسحب وما ينفعش اقول لا. والظروف ظروف ايه؟ طب نفرض كان ربنا كاتب لنا النهارده وكنا كسبنا. كان الجمله هتقال ايه؟ شفتوا الحمد لله وما انسحبنا. خلاص هي بص ايمن على حسب الحدث على حسب التحليلات. لكن في الاخر النادي ده ليه كيان وليه مبادئ وليه رؤساء انديه كلهم عارفين ايه نادي الاهلي. ومن لما المجلس الاداره حريص جدا على النادي الاهلي ولدرجه بيقول لك كان ممنوع كلمه انسحاب تتقال. أيوه. فما ينفعش انسحاب. زي هاني بيقول لك انت اسامه انت بتتكلم عن النادي الاهلي. انت بتتكلم في حته ثانيه خالص. صحيح. الناس كلها بتتشرف ان هي في النادي الاهلي. الرعاه ولا اللي بيعمل بيقول لك انا النادي الاهلي انا الراعي بتاع الراعي للنادي الاهلي. هو بالنسبه له شرف ما بعده شرف. أيوه. بغض النظر كان بيدفع فلوس او ما يدفعش فلوس كتير لكن هو بالنسبه له هو عامل شهره عالميه. ده انا الراعي للنادي الاهلي مش النادي الاهلي اللي هو دلوقتي لما يجي التصنيف من اول امبارح معدي برشلونه معدي مش عارف بنفيكا معدي بوكا جونيور وبتنافس ريال مدريد. هتكلم عشان مؤامره افريقيه حقيره هتكلم عليها اقول النادي الاهلي؟ لا طبعا ممنوع. والنادي الاهلي زي ما هو النادي الاهلي بجماهيره بدراته بلعبته اليوم كل التحيه زي ما هاني واسامه اتكلموا بلال. الناس خلاص مباراه وخلصت وبطوله وانتهت. في اللي جاي ان شاء الله نركز فيه كويس قوي والموضوع يتنسى. هي دي حياتنا. هي دي كره القدم. كلنا مرينا بالحاجات دي كلنا الحمد لله كنا من ابناء النادي الاهلي فمش مشكله. صحيح. خالص. في زعل يا بلال وفي حزن ودي حياتنا على فكره. انك بتزعل وبتفرح لكن هو الذكاء يا ايمن تتعامل ازاي مع الحاجتين. صحيح. تتعامل ازاي مع الفرح والزعل مع الحزن. لما تكسب بطوله تتعامل ازاي لما تخسر بطوله تتعامل ازاي. لازم في توازن. هو عشان كده ده النادي الاهلي. هو النادي الاهلي كده اسم اتعمل في يوم وليله؟ لا 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 الموضوع بعيد. صحيح. جدا. هارد لك للنادي الاهلي وجماهيره ومجلس ادارته وخلاص. اللي حصل حصل النهارده واللي حصل قبل المباراه كانوا هم عايزين يحصل النهارده ده. لكن ولا النادي الاهلي بينسحب ولا بيفكر في انسحاب ولا عمره كان هينسحب ولا يخاف من ادخن فريق في العالم مش فريق في افريقيا. صحيح صحيح. انت عارف يعني النهارده احنا زعلانين يا كابتن النهارده عشان زعلان عشان انجاز كبير جدا كنت المفروض تحققه ما حققتوش. يعني انت فرقه انت النهارده انت بتتكلم واخد افريقيا السنه اللي فاتت وافريقيا السنه اللي قبلها واحنا النهارده زعلانين عشان الاهلي كان هيروح في حته مختلفه تماما. أي. يعني زعلان عشان ما اضفتش لنفسك انجاز
كنت هتبقى انت الوحيد السابق بيه. يعني دي البطوله الثالثه على التوالي. أيوة. يعني انت مش مثلا انت مش بتلعب اول مره نهائي او ما خدتش البطوله بقالك 10 سنين فانت زعلان، انت يعني كان لازم تاخد البطوله وامتى هتاخد بطوله تانية. لا انت زعلان عشان يعني ما حققتش انجاز تاريخي بالنسبه لك، لكن انت كبطولات ما انت واخد البطوله اللي فاتت واخد البطوله اللي قبلها واصل النهائي السنه دي والسنه الجايه ممكن توصل النهائي وممكن تاخد البطوله برده السنه اللي جايه. انت زعلان عشان انت عندك تارجت هدف بالنسبه لك انت، انت اللي بتسعى اليه مش بتنافس حد زي ما قال كابتن علي. يعني انت ما عندكش، انت مش بتنافسش الوداد، يعني الوداد بيني وبينك بطولات كتير جدا تمام، الزمالك بيني وبينك بطولات كتير جدا، يعني انت تقريبا ضعف المنافس بتاعك، يعني انت عندك عدد بطولات اكبر بكتير. لكن الفكره كلها كل الاهداف اللي احنا بنتكلم فيها انك احنا عايزين ناخد البطوله الثالثه علشان خاطر يبقى الانجاز ده محطوط باسم النادي الاهلي فقط لا غير، مش حد تاني. يعني في انديه خدت البطوله مرتين، كان ممكن احنا ناخد الثالثه البطوله المره دي. مزبوط. لكن ان شاء الله ربنا يكرم باذن الله تعالى زي ما قالوا الكباتن، يعني انت برضو جيل جيد خد البطوله مرتين، اثنين برونزيتين كاس عالم، مفيش حد في الدنيا بياخد كل البطولات كل سنه. ريال مدريد خدها 3 و4 وبعد كده ما وصلش النهائي بعديها بيرجع بعدها بسنتين او ثلاثه بياخد البطوله ثاني، وهكذا كره القدم. يعني مفيش فرقه كوره يعني، مفيش فرقه في العالم تكسب على طول رغم الزعل وكل حاجه، لكن انت هتيجي في الاخر كرة. دي مباراه كوره بالظبط، وارد فيها وارد فيها انك تكسب وارد انك تخسر، كلنا كنا نتمنى النادي الاهلي يكسب اكيد، لكن خسر يعني زي ما بقول مش نهايه العالم، لكن احنا كجماهير النادي الاهلي ومتعودين زي ما انت قلت لا ده في اضافه ممكن صعب جدا تتكرر صح، وبالتالي ده زعلنا. لكن على مستوى البطولات احنا عندنا بطولات كتيره أكيد. جدا واللي عندنا صحيح. عندنا كمان طموحات لسه جايه كتير جدا، وعجبني جدا يمكن يورجن كلوب بعد المباراه قال لهم المباراه النهائيه جايه السنه الجايه جايه انت احجز لي اوتيل لهم في تركيا، قال لك احجز اه. فالنادي الاهلي لازم هنشتغل على الجزئيه ديت، لازم نشتغل لا ده السنه الجايه ان شاء الله باذن الله ايا كانت فين المباراه نروح ده التارجت، وده اللي لازم يوصل للعيبه ويوصل للجماهير. انا عارف الجماهير زعلانه كلنا زعلانين، لكن تاني باكد ان النادي الاهلي اللعيبه يعني ما فيش تخاذل، لكن ظروف المباراه نفسها خلت الاداء يطلع بهذا المنظر. ان الاجواء قبل المباراه واثناء اللي فاتت احنا كنا نتمنى انها ما تاثرش، لان اللعيبه عندها خبرات كتير وواضح انها تاثرت بشكل او باخر، لكن في النهايه مباراه كره قدم خسرناها نهائي، خسرناها مش نهايه العالم. اكيد هنتعلم كلنا من الاخطاء اللي حصلت، اكيد الجهاز الفني كمان واللعيبه. تاني علشان بعض الناس بتتكلم وبتقولوا حتى انا بقرا يا عم انتوا يا جماعه احنا ما بنعلقش شماعات، احنا هنا في النادي الاهلي دايما بنقول الحقيقه. احنا النهارده النادي الاهلي كان وحش، النادي الاهلي داخل المستطيل الاخضر ما عملش اللي يخليه يكسب الوداد، ده كلام واضح وصريح علشان ما حدش يقول انتوا بتضحكوا على مين. لا لكن الجزء الاخر لا، لازم يكون في شغل مختلف، لازم يكون في تنظيم مختلف. احنا لما نطلع دلوقتي نقول فين التنظيم وفين وين ده لصالح الكره المصريه والافريقيه بوجه عام، لازم المنظومه كلها تبقى شغاله بشكل بروفيشنال بشكل احترافي. وبالتالي انا في اعتقادي اللي عمله مجلس اداره النادي الاهلي والنادي الاهلي في تقييم اخطاء الاتحاد الافريقي ده لازم كل الناس تقف وراه طبعا كابتن هادي، علشان ما يتكررش للزمالك وبيراميدز بالظبط يعني ممكن جدا الاخطاء دي لو سيبناها والنادي الاهلي تساهل عنها لا ممكن جدا تحصل في اي فريق تاني، ولكن احنا بنشتغل او مجلس اداره بيشتغل اولا اكيد للنادي الاهلي اكيد لسمعه الكره المصريه، ده شغل اداري وكان لازم النادي الاهلي يشتغل بيه. الشغل الفني نتكلم فيه زي ما احنا عايزين، اخطاء عندنا بدايات خاطئه ديفوهات عندنا احنا اللي يعني احنا اللي خسرنا نفسنا مزبوط. يعني فريق الوداد مع احترامي فريق الوداد اكيد بنقول له مبروك، لكن احنا السبب في خسارتنا النهارده بصراحه بكل امانه مزبوط. عشان ما نبقاش يعني بنضحك على حد وبنضحك على الناس، اخطاء النادي الاهلي النهارده اهدت الوداد اللقب مفيش شك. انا في اعتقادي بنتكلم فنيا مفيش شك، الاخطاء واضحه جدا اخطاء في البوزيشن اخطاء في التمرير الهدفين اللي جم زي ما قلت في اوقات صعبه جدا، وبعدين لو بصيت للهدفين يعني هم مثلا ما بنوش هجمه وبعدين كان في جمله اتعملت بالعرض لا ده خطا منك في اول كوره في نص ملعبك وتسديده بجول صحيح. الخطا الثاني الكوره كمان اتقطعت ثاني في وسط ملعبك راحت ناحيه اليمين اتعملت بالعرض بوزيشن وحش من محمد هاني، وبالتالي هتبص للمباراه على مستوى الحماس وعلى مستوى الاراده كان لصالح الوداد، على مستوى الاخطاء كمان اللي بتحدد
المباراه رايحه فين؟ احنا للاسف احنا اللي يعني عملنا اخطاء واخطاء فادحه يعني للاسف يعني. صح. وهل كل الاخطاء خلي بالك زي ما احنا قلنا كان في اخطاء بس لو في عندك الحياديه طبعا. وعندك الاجواء المناسبه ما كانش الشكل ده كان موجود طبعا. لو الفرص متساويه بين الفريقين ما كانش الشكل هيبقى موجود كده. بص يا كابتن سامي كبوه سريعه طبعا للاسف انت يعني خسران المباراه من قبل ما تبدا 70 80% بالاجواء اللي حصلت مزبط. كلها من قبل ما تبدا مش من دلوقتي كمان ده بين المراسلات والناس بتحارب عشان تنقل المباراه انا بقول لك من قبل ما تبدا ده كمل بقى ان موسيماني النهارده ما كانش موفق علشان برضو احنا ما نقولش الخطا هنا لا ده كان برضو في خطا فني وبنلوم موسيماني النهارده وبعض اللاعبين النهارده ما حطش طريقه اللعب المناسبه من اول دقيقه انت اتكلمت على البدايات انت بثلاثه في نص الملعب ثلاثة في وسط الملعب كنت اتمنى السوليه يكون موجود حتى لو مش جاهز بدنيا ياخد منه اصابه سليم 100% ما عنديش مشكله يلعب السوليه عنده الخبرات يقدر الريتم بتاعه يجاريه بحيث انه يقدر يكمل 90 دقيقه لو السوليه ما يقدرش خالص كان عندك رامي ربيع وصل لمستوى في اخر مباراه في الدوري عندك مستوى رائع كنت ممكن تلعب بيه ثلاثة ورا ما احنا في السنه دي في النادي الاهلي لعبنا 3-4-3 كنت ممكن تلعب كده وتدي فرقتك اكتر امان ورا لكن شفنا خطا الهدف الاول تمريره الراجل راح ما فيش حد في نص الملعب مزبوط. الناس اللي بداوا اربعه قدام حسين الشحات واحمد عبد القادر وطاهر وبرستاو كانوا بيبداوا مش من نص الملعب المفروض ابدا من نص الملعب واتحرك لقدام لا هم كانوا بيبداوا من قدام ويرجعوا لا كان لازم املى في نص الملعب الاول ده كان الخطا وفضل مصر على موسيماني 4-2-2-2 توقيت الهدف الثاني ده اللي قتل او خلص الدنيا كلها خلص الدنيا كلها توقيته في اول دقيقه ولسه بتبدا عشان تدخل في الجيم يخش فيك خطا يعني بطريقه ساذجه جدا ده اللي خلص على النادي الاهلي في الشوط الثاني لكن انا عندي كلامي التواطؤ ما كانش اتحاد الافريقي التواطؤ كان من الناس المسؤوله من هنا في مصر انا معاك في النقطه دي يعني حتى كانت المؤامره واضحه جدا من الاتحاد الافريقي ولكن كان في تواطؤ كبير جدا انت اللي ساعدته وامال وتاثير وتقصير اداري طبعا انت اللي ساعدته انت بتشتغل ايه انت بتشتغل ايه اتحاد الكره المصري مش حمايه الانديه في, في البطولات مصرية. الافريقيه مش كده صح مش دي الانديه دي انت مسؤول عنها ايوه انت مش مسؤول عن الدوري دلوقتي بتعمل ايه انت كلها تصريحات احنا ما بنسمعش حاجه ولا كلها تصريحات بالظبط انت قاعد النهارده بتعمل تصريحات فقط لا غير انا بقول لك ده بقول لك انا بقول لك المؤتمر الصحفي بتاع المدير الفني انت ما عرفتش تعمله طيب. واحد مش قال لك ده جايب جينز والتاني قال لك لا ده انا كنت عندي مشوار يا كابتن صل على النبي انت بتتكلم راجل رئيس الاتحاد المغربي فوزي لكجع وعضو في المكتب التنفيذي هو قوه كبيره جدا يا استاذ ومحدش خلي بالك ايه محدش يقدر يلومه اسامه ما هو هم ليهم على مصلحه انديته اسامه مالهم بلده اسامه ليهم تصريح كبير جدا قال لك خلي لكم المقر في القاهره زي ما هو مش هو اللي بيدير خلي المقر في القاهره فين دور بقى العضو التنفيذي اللي في الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي في مصر؟ زيرو زي اللي خدناه في كاس العالم قبل كده. بس انا الكابتن هاني لفت نظري يعني من ضمن كلامه قال لك الاخطاء دي بتحصل كتير يعني حتى الاخطاء الاداريه اتكلم عن الاخطاء الاداريه. ما هو انتوا بتتكلموا على الدور اللي قام بيه فوزي لقطه ماشي هو من حقه على فكره يقوم بالدور اللي هو عمله دوت عشان خاطر بلده. يعني بنتكلم على المسؤولين اللي هم بيساعدوا فرقهم عشان خاطر بلدهم احنا بنتكلم هنا على المسؤولين المصريين والتقصير الاداري مين اللي بيحاسب يا جماعه يعني ما هو كابتن هاني ان الاخطاء وارده والاخطاء موجوده من فتره وعشان تصحح الاخطاء ده لازم يبقى في حساب لازم اولا قبل الحساب لازم تحط سيستم لازم يكون عندك نظام لازم لما يكون في حاجه جايه خلاص كمبيوتر ناس شغاله طق طق بتوصل الحاجات في وقتها هو انت 2022 يا كابتن ما عندك سيستم ولا عندك كابتن احنا بنتكلم على ايه وخلي بالك احنا لا لسه احنا متاخرين في حاجات كتيره يا كابتن ايمن انت بتتكلم على الكره المصريه احنا شايفين انها كويسه واحنا عايشين جوه البابل زي ما بيقولوا لكن الناس شغاله بره في حته ثانيه خالص ما احنا قافلين على نفسنا الكره المصريه يا جماعه دلوقتي لا تقارن يعني خلينا نتكلم بكل امانه احنا تاني ما بنوصلش كاس عالم كل فين وفين وعندنا الدوري شكله ازاي والتنظيم لا يعني احنا عندنا مشاكل واحنا في معزل عن العالم يا كابتن هاني لا ما عندك ما انت لازم تتكلم انت عندك مشاكل والنقطه دي اللي انا بتكلم فيها ان النادي الاهلي عمل سبوت ان احنا عندنا مشاكل يا جماعه في الحته دي اذا كان على مستوى الاتحاد الافريقي بيعمل سبوت لا في مشكله هنا في عدم يعني دلوقتي لو يعني طبيعي جدا انت لو الصوره جايه مباراه النهائي الافريقي لو اي حد بره بيشوف الصوره ديت انت شايف الاستاد كله احمر ايوه هل من الطبيعي ان في النهائي الافريقي فرقه فيها 60,000 وفرقه فيها 2,000 مش ممكن مستحيل
ده خلي بالك، انا من رايي ان جماهير النادي الاهلي لو كانت النص بالنص اعتقاد الشخصي كانت هتفرق جدا في عوده اللعيبه. مظبوط مليون في الميه. مظبوط. فده اللي بنتكلم عليه، ما عندكش عداله. لو اتكلمنا عن الملعب واختيار الملعب هنتكلم فيه بعض الاخطاء هنا وهنا وهنا، لكن ماشي. على مستوى تقسيم الجماهير دي نمره واحد، انك حتى ما عدلتش في الجزئيه ديت. فكل ده بنتكلم ان اجواء، وطبعا اجواء سبب كبير جدا وممكن تكون اثرت بشكل سلبي على اللعيبه، لكن مش نهايه الدنيا. احنا شغالين، وانا بحي انا ما بقولك انا معاك في دي، علشان الناس برضو فاكره ان الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره انتوا ماسكين في ايه وسايبين النتيجه. لا. احنا بنقسم الموضوع في جزء فني بنتكلم عليه بكل امانه، في جزء اداري. الكابتن محمود الخطيب ومجلس النهارده مهندس خالد مرتجي كان الساعه 11 ونص في الاستاد في المدرج علشان قالوا له ده، لا خلي بالك احنا هندخل جماهير المغرب من هنا. طيب فين الاتحاد الافريقي؟ فين الكلام دوت؟ احنا شايفين الوزير العمري فاروق داخل والامن بيمنعه من الدخول، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي داخل وممنوع من الدخول، انت بتتكلم في ايه؟ فكل دوت يعني عدم تنظيم. ده حصل اعتداء على بعض اعضاء مجلس الاداره. بالظبط. فانت بتتكلم الشكل التنظيم شكل سيء جدا 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 واهمال كبير جدا جدا. فده اللي عمله النادي الاهلي، ان احنا ما بيصححش بس النادي الاهلي، لا ده بيصحح كمان للي جاي. الواقعه دي ممكن تيجي مع نادي الزمالك مع بيراميدز مع لا، فلازم يكون في وقفه. والنادي الاهلي يعني برضه نصيبه ان هو دايما بيكون في هو اللي يحط الاساس الصح، لازم هو اللي يمشي. مزبوط. على المستوى الاداري على المستوى الفني زعلانين لكن يعني انا بتفق مع اسامه ان كمان على مستوى اداء موسيماني النهارده ما كانش اداء جيد. اداء موسيماني من خلال ادارته للمباراه ما كانش اداره جيده للمباراه، تغييرات متاخره بشكل كبير جدا لدرجه ان بعض اللعيبه نزلت ما عرفناش مين بيلعب فين، يعني لدرجه ان احنا فجاه لقينا ست مهاجمين ونص ملعب عمرو السوليه لوحده. فعمليه التوتر دي اللي وصلت للجهاز الفني يعني ما كانتش حلوه. يعني بنشوف فرق كتير جدا جدا بتتغلب واحد واثنين، لكن بيكون في شكل مهما كان الاداء، لكن النهارده الاداء الفني للاسف ما كانش مناسب. هل احيانا المؤثرات الخارجيه والعوامل الخارجيه بتاثر على تفكيرك كمدير فني في اداره المباراه؟ اكيد. من المفترض ان يكون لا، ولكن من المفترض لو انت راجل يعني عندك تماسك شويه بتخرج كل ده من دماغك. بتخرج كل الحسابات الاداريه وحسابات الملعب و بتتكلم في تاثير عدم وجود جماهير النادي الاهلي، اكيد في تاثير رغم العدد اللي راح يشكر جدا، تعب جدا جدا عشان يوصل المدرج وعمل قصاره جهد عشان يكون متواجد، لكن ما تقوليش ان الملعب فيه 60,000 2000 من فريق و 58,000 من فريق تاني. انا لعيب كوره وعارف، وكابتن والكباتن كلهم لما جمهوري بيقف في الوقت اللي انا خسران فيه ده هتلاقي النادي الاهلي صح. انه بيرجع في المباراه بسرعه جدا. مزبوط. تاني ده مش اسباب، مش ده سبب اساسي، لكن بنتكلم على اسباب فنيه واسباب اداريه. فتاني بقول كل التحيه تاني للجيل ده، احنا بنتكلم على هارد لك للعيبه النهارده داي اوف، ما كانوش موفقين على المستوى الفني داخل الملعب على مستوى الاداره الفنيه، لكن ده ما يمحيش تاريخ 4 سنين طبعًا. اللي فاتوا طبعًا. انت بتتكلم في ظروف صعبه جدا جدا، النادي الاهلي كان بيفوز فيها ببطولتين افريقيا ووصل للنهائي للمره الثالثه، فده انجاز كمان خلي بالك في ظروف صعبه يحسب جدا 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 طبعًا. وميداليه برونزيه في كاس العالم متغايب عنك 10 لعيبه ف ميداليتين ورا بعض كده بالظبط. فيعني زعلانين لكن دايما نبص لقدام ونشوف اللي جاي ان شاء الله باذن الله رب العالمين. برضه كابتن بلال، انا من اصحاب المبدا اللي بيقول لك ايه، اللي يخطئ لازم يتحاسب. مش هنا امال فين؟ لا يعني انا دلوقتي، طب ما نتكلم، انا هتكلم بصراحه لان دي حاجه مضايقاني من قبل الماتش، بس ما كنتش عايز اتكلم فيها لان عشان ما حدش يقول لي ايه مبررات. لا ما اتكلمش مبررات، احنا كلنا كده قايلين النادي الاهلي ما كانش النهارده في حالته، كان في اخطاء فنيه واخطاء من الجهاز الفني ادت للخساره، ما بنتكلمش على الموضوع ده خالص. ولكن لما يبقى في مسؤول في اتحاد الكوره هقول اسمه، وليد العطار، جاله الجواب حاطه في الدرج من غير ما يبلغ، هو اعترف ان هو استلم الجواب. حلو قوي. من ساعه ما اعترف ما استلم الجواب وحطه في الدرج حد حاسبه؟ هو فين وليد العطار ده؟ اتحاد الكوره بس خلاص. لا بس خلاص، حد حاسبه على الخطا ده؟
يعني حد حاسبه على الخطا الاداري ده؟ هو فين دلوقتي يا كابتن؟ اتحاد الكوره. طيب خلاص يعني ايه؟ يعني عدت يا كابتن. ايه اللي عدت يا كابتن؟ ايه يا كابتن؟ الراجل موجود في الاتحاد اهو. ايه يا كابتن؟ موجود في الاتحاد اهو. يعني هو لو حد حاسبه كان هيبقى موجود يا كابتن؟ ما هو انا بسالك سؤال، لو حد حاسبه كان هيبقى موجود؟ لا. طيب خلاص، ولا هو ولا رئيسه. طيب خلاص، ما انا بقى يعني ولا هو ولا رئيسه، ما هي خلصانه كده. ما المفروض، المفروض الناس اللي بتخطئ دي في اتحاد الكوره، بلاش في اتحاد الكوره، في اي مؤسسه رياضيه. انا عايز اسالك سؤال، مع احترام للدوري العام كابتن هنتكلم عليه كتير، يعني هو انت الدوري العام بتاعك ده دوري عام يعني محترم يعني؟ ما هو منظم بشكل كويس. ما هو استنى بس، ده انت كل ده انت لو اتحاد الكوره طول طول الماتشات يا بتشتكي من الحكام، يا بتشتكي من التنظيم، يا بتشتكي من التاجيل، يا بتشتكي من المواعيد. يا كابتن انت مش عارف تنظم دوري عام. ماشي، هيقول لك، هيقول لك مش انا ده الرابطه، مالناش دعوه دلوقتي دي. انت شغلك اصلا يا كابتن، شغلك اصلا مش شغال كويس. يعني انت دلوقتي راجل اخطا. طيب بلاش بلاش الرابطه لسه ماسكه السنه دي، الرابطه دي ماسكه من 100 سنه، لسه السنه دي ماسكه الرابطه السنه دي. انت عندك، انت عندك منتخب اخذ حاجه؟ لا. هو المنتخب ده تبع الرابطه؟ منتخبات تبع الرابطه؟ لا لا، ما بتكلمش تبع الرابطه، انا بتكلم على نقطه، بتكلم على حاجه يا كابتن بلال من صميم. يا كابتن بص، نعم، يعني احنا قدامنا 100 سنه عشان نبقى معرفش احنا شغالين سمك لبن. طب ما نشتغل صح. ما تشتغل، انت بتقول انا كابتن، انت بتقول انا اشتغل صح. ما احنا بنقول احنا نشتغل صح. امال امتى هنشتغل صح؟ لما تختار صح ناس تدير. هو مين اللي بيختار؟ ساعتها تشتغل صح. مين اللي بيختار؟ انت مين، شوف مين اللي بيختار بقى يا كابتن. شفت الاختيار بيتم ازاي اصلا؟ عايز تقول يا كابتن؟ لا ولا حاجه. هو المختار مش انا بسالك سؤال، بسمع هو أو أو الاختيارات دي مش بتتم في الفنادق، بيتعمل كده حفله كده لطيفه بيختاروا فيها؟ لا، من قبلها كمان، من قبلها مش بيعملوا كده يا كابتن؟ بيجيبوا يوم كده يعزموا فيه. ماشي يا كابتن، يعزموا فيه رؤساء الانديه، رؤساء مجلس الانديه. كابتن بلال ما عنديش اعتراض، وجم وبيتوهم ماشي، بس تشوف شغلك، شوف شغلك صح. لما واحد يخطئ، هو انت جيت صح عشان تشوف شغلك صح يا سيدي؟ انت جيت، جيت ازاي؟ هو انت بتفهم في الكوره؟ جيت باراشوت، جيت باي طريقه، بس جيت وقعدت في الكرسي، وقعدت في المنصب دوت. واحد عندك اخطا، اخطا خطا اداري، اصل هي عدت كده يعني، حتى مفيش حد اتكلم يعني، حد لا يعني يقول لك ايه ده انا خدت الجواب وحطيته في الدرج. يعني ايه انت عايز؟ يعني ايه انت عايز العنوان اللي يتقال في مصر؟ بحاربوا الاهلي علشان ناجح، وفي المغرب بيساعدوا الوداد عشان ينجح. وصلت؟ وصلت. بس بس في مصر بيحاربوا الاهلي علشان ناجح، ماشي، وفي المغرب بيساعدوا الوداد عشان ينجح. هو ده ملخص القصه. ما هي وصلت بس، ما انا عايز اقول لك طيب. يعني معناها، معناها كده معنى كلامك ان اتحاد الكوره هو اللي بيحارب الاهلي؟ كابتن طبعا القائمين طيب. ها بقول الكابتن جمال العلام راجل طيب يا سيدي، راجل طيب على عيننا وعلى راسنا. راجل طيب صحيح، على عيننا وعلى راسنا راجل طيب. احنا 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 قلنا حاجه على انت بتزعل على حالنا، بتزعل على حالنا لما تشوف واحد قوي زي فوزي الاججح بيحارب بكل ما اوتي من قوه علشان بلده. يا اسامه على... خلي بالك عنده... لا اسمع بس، حافظ اللوائح يا اسامه، اول حاجه، اول حاجه علشان منتخبه، منتخبه في كاس الامم الافريقيه، وسمعنا كابتن ضياء السيد، وسمعنا كابتن وائل جمعه، الراجل نزل ممر اللاعبين وكان الخناقات اللي حصلت عشان ماتش مصر والمغرب، وشفنا قلبه على بلده، وشفنا دلوقتي دوره كرئيس اتحاد الكره المغربي، والنهارده بيحارب علشان نهضه بركان تاخد البطوله، وبيحارب بقاله 3 سنين من 2019 عشان ينقل البطوله علشان فريق من المغرب وخاصه الوداد. هو الاخ، هي دي الناس، دي الناس اللي انت تشرف بيها كويس تكون موجوده في بلدك، هو حقه. الاخ اللي خد الجواب ده وحطه في الدور، لو احنا عندنا مبدا الثواب والعقاب كان لازم يبقى اتفتح تحقيق، تعالى النهارده طبعا اللي اخطا في حاجه كده ده يمشي. مع السلامه، مع السلامه ده يمشي. واتحاد الكره حاسبه اصلا، ده اتحاد الكره اصلا ما فتحش، قال لك خلاص ايه المشكله هو يعني؟ هو اصلا اتحاد الكره عايزك، اتحاد الكره عايزك تكمل، وعايزك تلعب، ولا عايزك تروح كاس عالم انديه؟ ده هنا في مصر بيعاقبوك علشان انت ناجح وتروح كاس عالم انديه، فيجي انت رحت كاس عالم انديه وبقيت مميز وتلعب مع الناس النجوم دول، لا طب تعالى انا هضغط لك الماتشات كل يومين ماتش. طب انا عايز اعرف حاجه عشان اخسرك الدوري، مين الجهه الاعلى؟ ما انا بقول لك في مصر بيحاربوا الاهلي عشان ناجح كويس، مين وفي المغرب بيساعدوا الوداد علشان ينجح. هو ده ملخص الحكايه. ماشي، مين الجهه الاعلى لو انت كمسؤول في اتحاد الكره ما عاقبتش الراجل اللي اشتغل عندك؟ مين الجهه الاعلى من اتحاد الكره انها تعاقب الراجل دوت؟ مفيش حد. طب انا كل سنه ممكن اعمل خطا، كل سنه، كل شهرين ثلاثه اعمل خطا، وقعد في منصبي، وقعد مكاني، وبعدين انت بتعمل كده لحساب مين؟ يعني لحساب مصر، ولا عشان انت ضد النادي الاهلي، ولا عشان ايه؟ ما يعني احنا معترفين تماما ان احنا النهارده ما كناش في حالتنا، بس في حاجات او ظروف خارجه عن الاراده طبعا
بره الملعب. النهارده انت النهائي الافريقي هل بيتلعب في الاجواء دي؟ يعني هل يتلعب فير او يبقى عدل ان انا العب في اجواء زي دي؟ ملعب 90% 90% جمهور وداد، وانا جمهوري حتى لما بيدخل بالعافيه النهارده بيتكلم تشامبيونز ليج السنه الجايه معروف فيه بالظبط. انت بتتكلم على ما انت بتتكلم على بلد وملعب الاجواء. خد بالك انا عايز اقول لك على حاجه، اجواء الجمهور طبيعيه يا كابتن، لكن هي الفير ان انت ما بتلعبش في الملعب. انا بتكلم عليه يعني، انت عارف لو الموضوع من قبل البطوله معروف النهائي فين، يعني لو الموضوع معروف ان هاني قبل البطوله النهائي في المغرب. هاني هو هاني ثانيه واحده بس، هو القرار اتاخد امتى اللي هو النهائي ده؟ بعد لما بان بنسبه 60-70% بعد ما الوداد كسب 3-1 الوداد ضمن بنسبه 90% بالظبط. وده سنه وده يعني مبدئيا في الكوره صح. لا انتوا بتتكلموا على الشامبيونز ليج ان هو عارف النهائي هيتلعب قبل ما تبدا البطوله اساسا، عارف هتلعب فين صح. انتوا بتقارنوا ايه بايه يا جماعه؟ مظبوط يا كابتن، دول ناس شغاله صح جدا وترتيبات عاليه جدا، دول شغالين اتحاد افريقيا يا جماعه، يعني حدث ولا حرج في كل حاجه ممكن ما تجيش على بالك. مظبوط. وفي يعني في ملعب نهائي اتحدى قبلها باسبوعين 21 يوم. لا طب خد دي بقى تحصل يعني وبعد ما السنغال سحبت بالظبط، والتصويت المصري بالزبط. عندك كابتن ابو ريده بيصوت لصالح المغرب عشان تنظم. قال لك اصل السنغال انسحبت. لا ده كان قبلها يعني كان يدي يحجب صوته. ما اقدرش اصوت ضد بلدي، سهل بسيطه الامور. لكن انت بتحارب الاهلي في معركته دي، بيحارب لوحده، مجلس ادارته، جمهوره، حتى جمهور النادي الاهلي لما عمل هاشتاجات، ما كل واحد بيحارب بالادوات اللي كانت موجوده معاه. جمهور النادي الاهلي لما الهاشتاجات اللي بدات تروح هنا وهنا وهنا عشان يكشف الفساد اللي موجود، مجلس اداره النادي الاهلي الناس من اول يوم في المشكله وهي بتحارب بره، وراحت المحكمه الرياضيه ودفعوا الرسوم، وهنا ما اعرفش بيتقدموا لمين والاتحاد الدولي خطبوه، بيعملوا كل واحد بيعمل اللي عليه. لاخر لحظه النهارده المهندس خالد مرتجي وكابتن حسام غالي والناس كلها موجوده في ملعب علشان الجمهور وبيمنع. يعني كابتن اسامه انت ما بتتكلم، انت بتحارب لوحدك، انت بتتكلم في وسط كل اللي انت شايفه من الاتحاد الافريقي ومن المسؤولين المصريين الموجودين عندك. بتتكلم عن المسؤولين عن الكره في مصر بيحاربوا النادي الاهلي، الاتحاد المصري لكره القدم بيحارب النادي الاهلي، حتى لو عندك قصور اداري انت معترف بخطاك ولكن انت ما حسبتش المسؤول. ما انت هتفضل في اخطاء. ما كابتن هاني قال كلمه او قال جمله، يمكن الكابتن هاني قعد فتره كبيره بره وانا قعدت فتره كبيره بره، احنا متعودين ان اي حد بيخطئ يبقى في حساب. مش هنا سمعت كلمه مش هنا بس احنا بنتكلم على لا ما هو لا احنا لازم نتكلم على واحد اخطا في جهه بتدير الكره في مصر. والخطا ده الخطا الاداري ده اضر بمصلحه النادي الاهلي واحنا دفعنا ثمنه النهارده. الراجل ده لازم يتحاسب طبعا. اتحاد الكره لازم يتحاسب طبعا. وده وخلي بالك لو هو مش ملم باللوائح وما يفهمش في اللوائح القوانين ده ما يكونش في مكانه. ده كارثه، ده تبقى كارثه اكبر. ما يكونش في مكانه طبعا. هو مفيش حد في اتحاد الكوره ملم بالقوانين واللوائح، بتبقى كارثه. يبقى زي ما الكابتن بلال كده قال لك دي الفنادق والعزومات والحفلات هي اللي جابتهم. انا لخصت لك القصه كلها، في مصر بيحاربوا الاهلي علشان ناجح، وفي المغرب بيساعدوا الوداد علشان ينجح. فرق كبير. احنا بنتكلم على المسؤولين في الرياضه يعني طبعا واتحاد الكوره طبعا، المسؤولين القائمين طبعا، هو دول المسؤولين عن الرياضه في مصر. والحل لما يبقى عندك نادي بيوصل 2 كاس عالم انديه وياخد مركز ثالث ومنصات تتويج لازم تتشرف، لازم تقف جنب الناجح طبعا. لازم تدعمه، لازم تساعده، ما ينفعش تقعد تكسر فيه. يعني لازم انت تلاقي المساعده من الناس هنا حواليك. انا بقول لك في المحنه اللي احنا كنا فيها او في الوقت الصعب جمهورك ومجلس ادارتك هم دول اللي واقفين بيحاربوا لوحدهم. جمهورك بيملك ايه؟ بيملك النهارده الهاشتاجات اللي كان بيعملها عشان يكشف الفساد اللي موجود. مجلس ادارتك بيحارب بكل الطرق القانونيه والشرعيه. وهرجع اقول تاني عشان ما حدش يرجع يقول لك الانسحاب، لو لعبنا 100 مره واتغلبنا 100 مره انا مش مع فكره الانسحاب، وكانت هتكون الفكره الخطا فكره طبعًا. الانسحاب طبعا. النادي الاهلي عمره ما ينسحب صحيح. النادي الاهلي يواجه ويتحدى الظروف. لو كنا بنفكر في انسحاب كان الاولى ان ننسحب في كاس العالم للانديه وقت ما خدوا لعيبه النادي الاهلي، وانت بتلعب بدون لعيبه واتامر عليك وقتها الاتحاد الدولي مع الاتحاد الافريقي بعدم تنظيم مواعيد، كان وقتها كنت انسحب. فانت لازم تواجه الفساد اللي موجود. فانت الفساد ما ينفعش ان انا اسيب ايدي واطلع واقول لا انا نادي الاهلي انسحب واسيب الساحه لانديه اخرى. مزبوط. وانا النهارده بدور على لقب القرن او نادي القرن صح. والنهارده الانديه تبدا تحصلني وعندي رعاه وعندي عقود وعندي وعندي وعندي. طيب كابتن علاء
يعني الكابتن اسامه برضه قال لك ده فساد. ما لما تكون انت كمان في منصب وهو المنصب مش عايزين يقول لا يليق بيك، لا يليق بيك لحاجات كتير جدا، لان انت مش اهل لهذا المنصب، ما ده يعتبر فساد. اه دي حقيقه. انت المفروض تجيب الراجل المناسب في المكان المناسب. فين انت بقى؟ ما انا بقول لك ايمن، ما انت بتسال اسامه حاجات. انت راجل اشتغلت في اتحاد الكوره. ما انا بقول لك، ما انا عارف على فكره والله. ما انا بقول لك انت بتسال اسامه مين يعاقب مين، مين يعاسب مين، وانا من جنبك بقول لك مفيش بجد. ازاي في مجال الكوره ده، مجال الكوره هنا، مفيش حد بيحاسب حد. طب انا بطالب من دلوقتي قناه الاهلي بمحاسبه المسؤول في الاتحاد الكوره المصري عن اللي حصل للنادي الاهلي النهارده. مين؟ وليد العطار. واحد اسمه وليد العطار، انا ما اعرفوش شخصيا، ما اعرفوش شخصيا، ممكن يكون كويس الله اعلم، ولكن اخطا خطا اداري اضر بمصلحه مصر قبل ما يضر بمصلحه النادي الاهلي. هو اضر بمصلحه مصر لان النادي الاهلي ممثل مصر عن افريقيا، فممثل افريقيا ممثل مصر في افريقيا، النادي الاهلي هو اللي كمل لحد الاخر. فانت دلوقتي مش بتحارب النادي الاهلي، لا ده انت اضريت ببلدك. فين الحساب؟ اتفضل يا كابتن. سيبك من الضرر بالبلد، انت ما شفتش مهام وظيفتك. هو سيبك من الضرر طبعا، انت الاساس بتاعك. انا مهام وظيفتي، انا قاعد انا بشتغل ايه؟ معرفش. قول له لا والله بكلم جد كابتن علاء. شغلتك على المدفع ايه؟ ما انت حصل معاك اخطاء كتير قبل كده، حد اتحاسب؟ لا انا بقول لك مفيش. ليه؟ مفيش حد بيحاسب حد. مجال الكوره مفيش حد بيحاسب حد. بس غير في يعني في الانديه اللي هي المحترمه جدا على راسها النادي الاهلي. النادي الاهلي استحاله ممكن تعمل كارثه زي دي، مش ممكن. مش عشان خايف من المسؤول فيك، عشان ده شغلتك اللي بيتكلم عليها بلال. بالظبط. انا جاي في المكان ده عشان القلم ده ما يجي كده اكتب هنا وابعت هنا واعمل هنا، بس اعمل شغلتي. ما هو عشان كده دايما لما بتيجي بتضرب اعلى مثل في الكوره، مثل بالنادي الاهلي في كل حاجه، عشان كل واحد عارف شغله، كل واحد بيشتغل. ولو واللي بيأثر او بيعمل غلطه بيتحاسب، وكتير على فكره. احنا انا في النادي انا قعدت 12 سنه، يا ما اعرف ناس كتير قوي اتحاسبت غلطت. ممنوع الغلط في النادي الاهلي اداريا، استحاله تغلط. لو انت مين؟ لو انت مين هتتحاسب؟ هو عشان كده في حساب وفي في سبب وفي عقاب. وعقاب، فاهمني؟ انت في المجال مجالك للمره مليون بقولها بصوت عالي مش فارق معايا. مجال الكوره في مصر هنا مفيش حد بيحاسب حد. مفيش حساب. كله ماشي حالك بس. ماشي حالك حتى لو اضريت بمصلحه بلدك. مش فارق. مش فارق. لا مش فارق. يا ايمن في ناس اساسا مش عايزه النادي الاهلي. ايمن استنى واحده بقى معلش. انت يعني مشيت ما صعدتش كاس العالم، مشيت بنجاح. انت مستغرب ليه؟ تمام. وبتيجي تجيب مدير فني بتبص يعني هدفع له بالدولار ولا بالمصري، وبعدين بناء عليه تختار. يا كابتن انت صلي على النبي. صلي على النبي. انت بتتكلم في اساسات اختيار اساسا مش موجود عندك اصلا. انت ليه متمسك بيه؟ اختيارات اصلا مش موجوده. وبعدين تختار بناء عليه. ليه؟ سنة يا كابتن سنة. انت لما تيجي تختار مدرب باحترام طبعا كابتن هام جلال يعني احترمه ونقدره جدا. كفاءات ونتائج. نتائج ويعني عملت انجاز، عملت حاجه. لما جيت خدت الكابتن محسن صالح في سنه 2003 كان واخد بطوله دوري عام من الاهلي ومن الزمالك ومن الاسماعيلي. تيجي تختار مدير فني لازم يبقى فيه اسس كده عندك. ما تقولش ايه؟ والله اصل ده هيعمل خناقات والتاني الناس زعلانه منه، يبقى نجيب ده الكويس الطيب. موازنات. والله العظيم ثلاثة. هو في اختيارات. بس يا موازنات. طب انا اسالك سؤال، القطاعات اللي تحت في الناشئين انت تعرف الاسامي اللي ماسكين؟ البعض من البعض. طيب ما هي دي الفكره برضه يعني احنا بنتكلم برضه علشان نوصل للافضل. ما انت لازم يكون عندك حاجه تشتغل عليها. انت دلوقتي بتقول لما واحد بيغلط ما بتحاسبش، ما فيش جوب سكريبت، ما فيش يعني واحد عنده انت مهمتك واحد اثنين ثلاثه اربعه، عشان لو ما عملتش واحد هتتحاسب. عملت اتنين وتلاتة، طب فين اربعة؟ فده لازم يتظبط بشكل كبير. لو بنتكلم على سيستم اختيار مديرين فنيين او فلازم يتحط بلان الاول. يبقى انت بتحط بلان وبتحط مشروع وبتقول يا جماعة احنا هنشتغل بالاستراتيجية دي. كابتن هاني انت لما بتيجي كمدير فني وانت كنت ماسك منتخب الاولمبي قبل كده، اكيد حصلت بعض المعوقات. مفيش شك طبعا. اكيد حصلت بعض العراقيل. مفيش شك. كانت بتحل ازاي؟ ما انا بقول لك بالطبطبه. ما بقول لك هي الحلول ما بتتحلش، هي العمليه للاسف، ولازم يكون ليها. ما انت راجل عايز تبقى ناجح في شغلك. انا بحكي لك العمليه مش حكايه ان هو انت ما بتطبقش حاجه. يعني كابتن
لما يكون عندك ملف زي دوت تقدر تطلع واحد اثنين ثلاثة، والله اتنين انت صفحة ثلاثة انت ما عملتش كذا فابدأ احاسبك. لكن هو ما فيش اصلا يعني البيز نفسه مش موجود. فعشان تصلح ده لازم تحط بيز، لازم تحط مشروع، لازم يكون كل واحد عارف دوره بالظبط. مدير الفني مثلا، المدير الفني للفريق الاول دوره كذا، اختيار المدربين بالنسبه للمنتخبات لازم تبقى بسيستم مختلف، لازم يكون فيه تقييم مختلف. مين اللي هيحط السيستم؟ الناس، المدير الفني للاتحاد المفروض يحط. انت بتحط دلوقتي يعني اجيب مدير فني، انا بختار مدير فني للمنتخب الاولمبي ماشي، مش لازم زي نتكلم على كأن شركة محترمة بتقدم تقول والله مدرب احنا بنرشح ثلاثة، الثلاثة كل واحد يجي يقعد مع المدير الفني للاتحاد والله انا خطتي واحد اثنين ثلاثة، هتحط نقط ايجابية وسلبية وهكذا. يعني في شغل، يعني في بيزك بتشتغل عليه تحط عليه عشان تبدأ تحاسب كويس. يعني القصة لازم تمشي كده. ولما بنتكلم ان احنا النادي الاهلي بيركز فوكس على مشكلة معينة عشان ما تكررش تاني، عشان ما تكررش تاني. فده زي ما انت بتقول، اولا انت النادي الاهلي بيلعب باسم مصر، النادي الاهلي هو الممثل الوحيد للكره المصريه والافريقيه خلال السبع او عشر سنين اللي فاتوا على مستوى كاس العالم للانديه، على مستوى البطوله الافريقيه. وبالتالي لما يكون فيها خطا اداري حصل، الطبيعي ان يكون لازم الخطا ده يتعالج ويتصلح. لكن طالما انت ما فيش بيزك تتعامل عليها، يعني هتحطوه بمعنى اصح يا ايمن عشان تريح دماغك يا ايمن، هو اللي بيتكلم فيه هاني ده سريع دماغي خالص. لا اللي بيتكلم فيه هاني ده على فكره ما كنا عارفينه، ما بس هو ما بيطبقش. دي اساسيات النجاح، عشان تنجح في حاجه لازم يبقى عندك اسس وخطوات تبدا تمشي عليها. صح كده. اهم حاجه الراجل المسؤول اللي بيجيبه عن اي حاجه في المكان ده يبقى اهل ليها. مظبوط، هو ده الصح. مظبوط، بقول لك هو والله يا مش اهل للمنصب. هو انا بتكلم عامه صفه عامه اهل الموضوع ده. ايوه، هل انا مثلا جايب هاني او اسامه عشان حاجه معينه، هل هو اهل ليها ولا انا جايبه عشان محبه ومش عارف ايه؟ انا هقول لك حاجه يا كابتن علاء. اتفضل. انت جبت شخص وحطيته في منصب كويس كويس، حتى لو مش اهل ليه، نبتدي من كده. جميل ماشي. والراجل ده اخطا كويس، مش يتحاسب على الخطا؟ طبيعي. حلو قوي، ده اللي انا بطالب بيه. انا بطالب واحد يا سيد الفاضل، الطبيعي ما بيطبقش هنا في الكوره. قلنا هنقعد في لفه تاني، يعني خلي هاني يعيد نفس الكلام واسامه وانا وبلال. لا، وفي الاخر هنرجع نفس الكلمه. انا هفضل ورا الموضوع ده لحد ما يتم محاسبه المخطئ. بص هو اصلا لو كفر بص يا علي، بيقول خطوه هيكون بقى قليل وخطوه غير مسؤول. يا هو كفر من الاول، هو كفر من الاول. اما تيجي ترتب حاجه، يعني انا مثلا برتب مكتب ولا حاجه، وبرتب مكان عام، برتب استوديو، فانا بجيب الناس اللي هينجحوا الاستوديو، الناس اللي عندهم المؤهلين لكده. مظبوط. ايمن بيدير الاستوديو، هاني واسامه ومش عارف وعلاء وبلال وكابتن شريف وعادل، دول كانوا لعيبه قديمه وفي النادي الاهلي. ما اجيبش واحد مثلا يعني مع احترامي الكامل بيلعب لعبه ثانيه واجي اخليه كان في الكوره، هيغلط ويعمل كوارث. بس انا جايبه عشان في محبه وود، مش هحاسبه. والكارثه تجر كارثه تجر كارثه. هاني بيتكلم الوقت ده بيمثل اسم مصر مش مصر. في ناس يا سيد الفاضل في مصر مش عايزين النادي الاهلي ينجح. ما هو اسامه قال كده عامه، حتى لو اسامه قال مسؤولين عن الرياضه في مصر يا سيدي، في ناس في مصر بغير اسماء خالص مش عايزين النادي الاهلي ينجح، مش عايزين النادي الاهلي يبقى كل حاجه. انا تعمدت اقول تتكلموا عن النادي الاهلي اللي بينافس ريال مدريد، انا متعمد اقول كده. مش بقولها كده يعني ان انا يعني لا خالص، انا متعمد اقول كده. رساله للناس، انتوا بتتكلموا على نادي بينافس ريال مدريد عشان وفرحانين خسرتوا بطوله في 60 ده بطوله بس، هيفضل النادي الاهلي. صح. اللي كل الارقام القياسيه والبطولات باسمه، اللي هو بيتكلم مع ريال مدريد النادي الملكي في العالم. في يا جماعه اسمعوا الكلمه، في العالم مش في افريقيا وهنا وهنا. كابتن علاء بقول لك انت توصل كاس عالم انديه، انت نجحت ووصلت المكانه دي، طب بعد البطوله انا هعاقبك، هلعبك كل 48 ساعه عشان افشلك هنا في الدوري. هو ده الفكر، ما هو ده الفكر وده التخطيط للاسف. بص 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 اسامه، بص ايمن بس عشان انا هقول لك حاجه للموضوع ده. بص ايمن في عجاله كده، فاكر كمان احنا بنقوله ده كله؟ والله كمان مره مش خسرنا ماتش الكلام ده، يعني لو كان ربنا كاتب لنا وكسبنا مباراه النهارده، مجلس اداره النادي الاهلي كان هيقول هيقدم كل الملف ده بعد المباراه، وكان محمود خضر كان هيعمل كده حتى لو كسبت المباراه، عشان يبين الاخطاء الكتيره قوي
والظلم اللي وقع على النادي الاهلي. انا مش بتكلم كده عشان ماتش، مش لا ثانيه واحده، ولا النادي الاهلي ولا اولاد النادي الاهلي ولا مسؤول النادي الاهلي بيندبوا عشان خسروا ماتش ولا بطوله. الموضوع ده خليه على جنب. انت بتدور على تاريخ، انت عايز تبقى متفرد بيه، فانت بتدور على دي. انت مش انت الحمد لله انت متصدر افريقيا في 10 بطولات وكاتب تاريخ لوحدك، كل الانديه بعيده عنك يعني. انت مفرد انت في حته ثانيه خالص يا اسامه. واحنا النهارده كابتن علاء كابتن ايمن يعني ما ينفعش ننسى نشكر الجماهير الاهلاويه اللي سافرت النهارده وسافرت من 4 ايام وكانت موجوده في ملعب وضحت بحاجات كتير وراحت رغم المؤامرات. وخلي بالك النهارده تكلفوا برضو طبعا يا كابتن، يعني كانت الرحله غاليه وتكلفوا وغير كده عارفين الاجواء صعبه علشان يكونوا موجودين ورا النادي الاهلي وعارفين الاجواء صعبه. فاحنا النهارده برضو تحيه للجماهير اللي كانت موجوده النهارده في ملعب مركب محمد الخامس، لازم نحييهم ونشكرهم على المجهود الكبير وعلى الفلوس اللي اتدفعت. يعني ممكن تلاقي واحد بسيط ويعني بيدفع من جيبه عشان يكون موجود ورا النادي الاهلي. مظبوط يا كابتن، هو دي حاجه تانية خالص غير اللي انا بتكلم فيها، لان انا بتكلم على شخص اخطا ومصمم عليها وهفضل اتكلم كده لحد نهايه الحلقه. الشخص اللي اخطا اسمه وليد العطار، لازم يتحاسب، لازم النادي الاهلي يدور على الشخص اللي اذاه. وصلنا للحلقه اللي احنا كنا فيها النهارده، لازم المسؤول يحاسبه. انت كابتن علاء المسؤول يحاسبه. ماشي انا معاك والله فكره، هو المفروض يتحاسب. ماشي المسؤول ما حاسبوش، مش في مسؤول اكبر؟ مين اللي بيحاسب اتحاد الكوره؟ لا دي ما اعرفهاش. مين اللي بيحاسب اتحاد الكوره يا كابتن؟ كابتن هاني في الوزير، تبقى وزير الرياضه يعني. دكتور اشرف صبحي اصلا ما كانش حاضر المباراه النهارده، يعني اصلا الوزير نفسه ما حضرش المباراه عشان يساعد النادي الاهلي ويدعم النادي الاهلي ويكون موجود النهارده في موقف زي ده. ما سياده الوزير سافر السنغال وسافر الاولمبياد وسافر ورا منتخبات. طب انت النهارده النادي الاهلي ما هو بيمثل مصر برضه، ما احنا يعني انا المفهوم اسمه الاهلي المصري، احنا مش الاهلي الليبي ولا الاهلي اليمني ولا الاهلي السعودي، الاهلي المصري اللي مشرف الكره المصريه والافريقيه. بالظبط طبعا. اه والله يعني اسمه النادي الاهلي المصري يعني. واحنا كده بننجح احنا، خلي بالك المسؤولين وقت النجاح بيجي ياخدوا اللقطه، تلاقي على باب سلم الطياره الناس واقفه وتسلم وكات الورد والدنيا زي الفل. طب فينك وقت المشكله؟ فينك وقت الازمه؟ فينك وقت ما يبقى في لائحه وانا كسبان بطوله افريقيا واللائحه دي بتقول في فلوس تصرف النادي الاهلي ما تصرفش؟ ما دي كلها حاجات كتير تراكمات موجوده. لا دلوقتي كمان هيجي يقول لك ايه اتحاد الكوره ولا الرابطه، هتقول لك انت عندك ماتش ايستر كومباني اللي احنا اجلناه لك، تعال العبه من غير الدوليين. اه ما انا بقول لك نعاقبك عشان انت ناجح. اه ما انا بقول لك هيجي يقول لك تعال العبه من غير الدوليين. انت اتفقت معانا على كده؟ يعني عشان انت ناجح هو عايز يقف في سكتك، عايز يعرقلك. حتى انا عايز اقول لك حاجه يا كابتن مصطفى، انا كنت ناوي من قبل الماتش ان انا اتكلم في النقطه دي، حتى لو كان النادي الاهلي خد البطوله كنت هتكلم في حته الثواب والعقاب، في حته الحساب لما حد يخطئ. دي انا مش شايفها، يعني انا مش شايفها في الرياضه المصريه للاسف خالص. انا بتكلم مع الكباتن لانهم كانوا بيتعاملوا مع ناس في المبنى ده لمده كبيره، كابتن علاء ميهوب وكابتن هاني رمزي، مروا بالحاجات دي واكيد يعني صادفوا الحاجات دي. وخلي بالك الناس اللي يعني، واحنا بنقول عايز اكد على دي، واحنا بنقول موسيماني عنده اخطاء فنيه النهارده في بس النهارده هل هو موجود في اجواء محايده في نهائي افريقي؟ لا. مباراه بتلعب من او نهائي بتلعب من مباراه واحده؟ لا هو ما فيش مشكله من مباراه واحده. انا المشكله دايما عندي اللي هو عمليه اختيار الملعب، دي نمره واحد. العمليه الثانيه التوقيت، التوقيت طبعا اختار الملعب طبعا، وعدد الجماهير الموجود مستحيل يا جماعه. طبعا ده نهائي محايد. انا الشكل ده اشوفه وانت مش اوروبا يا كابتن، ذهاب وعوده. انت مش اوروبا مثلا، انت مش ذهاب وعوده. مش اوروبا كابتن هاني النهارده تلعب في انجلترا فهيجي لك من اسبانيا وهيجي لك من البرتغال. ده انت مثلا كابتن ده عشان تسافر تدفع 15000 جنيه والنادي دافع 3000 جنيه عشان خاطر يساعد كابتن. الاجواء صعبه النهارده. لو على فكره لو البطوله مثلا، لو الكلام ده حصل في اوروبا الناس سهل تروح وتيجي يا كابتن. دي اخر نسخه، دي اخر نسخه للبطوله بمباراه واحده. السنه الجايه هتكون ماتشين. هم كانوا متظبطه كل السنين اللي فاتت دي مباراه واحده علشان يعوضوا، عايزين يعوضوا الكارثه والفساد اللي عمله الاتحاد الافريقي يوم مباراه الترجي. فهم عوضوها في افريقيا. السنه الجايه المباراه البطوله ترجع من ماتشين. استحاله افريقيا مباراه واحده، مش ممكن. اوروبا غير خالص. ما ينفعش انت افريقيا استحاله.
هو فجأة كده هنعمل مباراة مع واحد واحد حلم طلع يلا بينا نعملها مباراة واحد. ما ينفعش. انت حاجة اوروبا حاجة تانية في كل حاجة، في تنقلاتك، في البعد، في جماهيرك. ما ينفعش اوروبا. مفيش يا ايمن، الموضوع كله ما بياخدش ساعات. انت لا، المشكلة عندك صعبة جدا. وزي ما بيقول لك السنة الجاية تلاقي المباراة النهائي ذهاب وعودة، خلاص ترجع لطبيعتك. كل قارة وكل بلد ليها نظامها. ما ينفعش في يوم وليلة كده اقول. وبعدين هم في اوروبا فجأة يقول لك النهائي هيبقى في تركيا قبلها باسبوعين. ده كانوا ولعوا فيهم في قبلها بسنة محددين يا كابتن. والله العظيم كانت حصلت مظاهرات. صحيح. كانوا مشوا اتحاد اوروبا ده كله. صحيح. انما ده قبلها السنة دي المباراة النهائية مثلا في فرنسا، في ويمبلي، في انجلترا. انما فجأة يلا عشان نعمل المباراة النهائية قبلها باسبوعين ونعمل المغرب والسنغال وكده، والجواب خد المباراة دي كانت كمان هتقام في كييف في روسيا. ده في روسيا. ما انا عارف البديل. هي متحدثة. عشان كده بقول لك يا هاني، ايه الموضوع مختلف في اوروبا خالص يا جماعة. كل حاجة حاضرة وجاهزة. وفي ثانية ما خدوش وقت. كانت تبقى في روسيا، لا روسيا مش نافع، على طول فرنسا. هو كابتن قال لك يعني هم في حتة تانية. ما لا خالص طبعا، حتة احنا صحيح بعيد قوي. طيب تعالوا نروح لفاصل وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. ارجوكم انتظروا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن علاء، خلاص كبوه سريعه بفعل فاعل، ولكن يبقى النادي الاهلي دائما هو الكبير طبعا، ويعود ان شاء الله افضل مما كان. اكيد هو على طول كويس وعلى طول افضل من كل الموجودين وعلى طول كبير. وعمر النادي الاهلي هو صغير عمره، الحمد لله رب العالمين، من قبل احنا حتى ما نخش النادي واللي قبلنا واللي قبلنا واللي قبلنا، معروف قيمه وقدر النادي الاهلي. النادي الاهلي كبير وكبير جدا جدا جدا. ولا مباراه ايمن ولا بطوله تاثر في النادي الاهلي، ولا في ادارته، ولا في لعيبته، ولا جماهيره. جماهيره زعل، لكنه خلاص الموضوع هينتهي بسرعه. واكيد هيحصل كلام بين كابتن محمود الخطيب والاداره الفنيه كلها وبين اللعيبه، والموضوع هينتهي وهنبدا ان شاء الله نبص على البطوله المحليه اللي هي برضه بطوله محببه جدا ليك. لكن النادي الاهلي ولا النادي الاهلي ولا تهز بطوله ولا تهز مباراه. هو النادي الاهلي هيفضل النادي الاهلي سيد افريقيا، وما عندوش مشكله خالص. مباراه انتهت باللي حصل قبلها وبطوله خسرتها، مش مشكله جدا. ان شاء الله البطوله القادمه تبقى موجود فيها وتفوز بيها وتعمل برضه نفس الارقام القياسيه اللي كان بيتكلم عليها اسامه. وانت هتفضل طول عمرك انت النادي الاهلي، مفيش احسن منك الحمد لله. وانت يعني من كبير القوم في الكره العالميه. لانك زي ما بقولها تاني للمره الثانيه، انت ما مالكش دعوه بحد خالص هنا ولا في افريقيا ولا حاجه. انت عينك على نادي اسمه ريال مدريد، ده المنافسه بينك وبينه. صحيح. كابتن علي. لا طبعا زي ما الكابتن علاء، مش خساره البطوله هي اللي هتهز النادي الاهلي. النادي الاهلي ما بيتهزش نهائي، ودايما بيبص لقدام، ودايما متعودين. يمكن في سنه من السنين كان في عثره، ويمكن افتكر كان في جنوب افريقيا ساعه ما اتغلبنا من صن داونز 5، وكان في اجتماع داخل الملعب ورجعنا باسرع مما اي حد يتصور. ان صحيح. مين كان يقول في الظروف الصعبه خلال الثلاث سنين اللي فاتوا او السنتين اللي فاتوا ان احنا نفوز باثنين افريقيا ونوصل للنهائي الثالث. فزعلانين علشان الريكورد، زعلانين عشان بنبعد عن ريال مدريد خطوه، زعلانين علشان الانجاز اللي كان هيتحقق، انك تحقق ثلاث بطولات على التوالي. انجاز كان هيبقى كبير قوي. احنا زعلانين على ده. احنا افريقيا بالنسبه لنا يعني زي ما بيقولوا كده بقت يعني الموضوع سهل بالنسبه لنا. لكن الزعل على اللي حصل اكيد، على كلنا كنا بنحلم بهذا الانجاز، ثالث على التوالي، ال11 في تاريخ النادي الاهلي. ولكن دايما ودايما زي ما كنا متعودين وانا في النادي الاهلي والاجيال اللي قبليه واللي بعديه، بنقفل على طول الصفحه، وان شاء الله باذن الله بنتعلم من اللي فات على المستوى اللاعبين، على مستوى الاداره الفنيه. الجماهير طبعا زعلانه، لكن خلي زعلك ده، افتكر زعلك ان هي ما تجيش على اللعيبه. في داي اوف النهارده ما فيش مشكله، لكن نبص لقدام. وياما البطولات جايه والارقام القياسيه ان شاء الله دايما في صالح النادي الاهلي. ومرينا بظروف دي قبل كده كتير، زي ما بتقول زي ما بقول لك يعني داونز، وبعد كده الحمد لله رب العالمين. بالظبط. يعني هي دايما ومحدش بيكسب على طول. صحيح. بتحصل كتير جدا جدا. مين كان يقول يمكن السنه دي يخسر ليفربول، يخسر الشامبيونز ليج مع انه هو الافضل في العالم. لكن زي ما بقول لك، هو
حتى احداث المباراه نفسها يعني. بالظبط يعني كره قدم وهارد لك لنادي الاهلي وان شاء الله اللي جاي افضل باذن الله. كابتن بلال خساره المباريات بتبقى بدايات للفرق الكبيره يعني. يعني اما تخسر نهائي بتبقى بدايه ليك يعني خلاص انت بتبتدي بعديها ما بتنهارش الفرقه الكبيره ما بتنهارش بعد بعد الخساره بالعكس بتبتدي مره ثانيه تكون بدايه بالنسبه لها يعني. احنا خسرنا 2 نهائي افريقيا وزي ما كابتن هاني اتكلم خسرنا من صن داونز 5 رجعنا ببطولتين تانيين تخسر السنه دي نهائي افريقيا ترجع كمان الموسم اللي جاي تحضيرك لبطوله جديده الفرقه الكبيره ما بتنهارش الفرقه الكبيره بتبتدي تبقى بدايه بالنسبه لها يعني لانها بتتعلم دايما الفرقه الصغيره لما بتوصل للنهائي بصعوبه جدا جدا وبتخسر بتنهار بعد كده لان هو مش متعود على الاجواء مش دي الظروف بتاعته مش دي قدراته وامكانياته ما تسمحلوش ان هو يستمر بالاستمرار لكن انت الانديه الكبيره وخاصه النادي الاهلي لا النادي الاهلي دايما فوق القمه النادي الاهلي دايما بيلعب نهائيات بص انت كام نهائي لعبته في 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 افريقيا اكبر نادي اخذ بطولات اكبر نادي وصل للفاينل يعني انت بتتكلم على تحديات كبيره جدا قدام النادي الاهلي فاعتقد ان دي خلاص المباراه عدت بطوله انتهت بالنسبه لنا عندنا بطوله دوري عام مهمه جدا بالنسبه لنا خسرنا البطوله الموسم اللي ماضي بفعل فعل زي ما اسامه اتكلم وبفار بقى وبماتشات متلاحقه وكانت ظروف سيئه جدا 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 تركيزنا هيبقى في بطوله الدوري العام انت متفوق لو كسبت الماتشات اللي جايه هتحطك على راس الدوري هتبقى الاول يعني حافظ عليها بشكل جيد اللعيبه واعتقد ان هيبقى في او في كلام اتقال اكيد من كابتن الخطيب و للعيبه وللجهاز الفني ان في تركيز في الفتره اللي جايه فتره مهمه جدا بالنسبه لك ما ينفعش الفرقه الكبيره تخسر كل حاجه في كل في السيزون بالكامل ما ينفعش تخرج وخاصه النادي الاهلي ما بيخرجش يعني خاليه الوفاض من الموسم لازم بطوله واعتقد الاهلي ان شاء الله قادر يحقق بطوله الدوري العام باذن الله ان شاء الله باذن الله كابتن اسامه خلاص ده لازم تفكر في المستقبل والمستقبل خلاص انت بتقفل صفحه البطوله الافريقيه بنشكر اللعيبه رغم الخساره النهارده لكن بنشكرهم على المشوار على الاداء على الروح الفتره اللي جايه مهمه وانت خلاص يعني خساره بطوله افريقيا بقت ماضي فانت دايما بتبص للمستقبل المستقبل عندك الفتره اللي جايه داخل على بطوله الدوري بطوله الدوري احنا ناهيين المكسب امام انبي كان مكسب رائع لكن قبليه كان في 3 مباريات ما كانوش على الاداء او 4 مباريات ما كانوش على الاداء كان العذر وقتها تركيزنا في افريقيا والكلام ده كله لكن الفتره اللي جايه مفيش اعذار الفتره اللي جايه فتره مهمه محتاجه تكاتف كبير من اللاعبين محتاجه نفرح جمهورنا وزي ما بقول النادي الاهلي وكابتن بلال بيقول ما ينفعش النادي الاهلي يخرج من الموسم بدون بطوله انت خسران بطوله الدوري السنه اللي فاتت فان شاء الله لازم يكون في جهد كبير خلال الفتره اللي جايه عشان تقدر تعوض جمهورك بإذن وانت الله. الافضل انت النهارده انت بتوصل نهائي افريقيا للسنه الثالثه على التوالي ما فيش اي نادي محترمي في افريقيا بيقدر يعمل الكلام ده كله مظبوط افضل لعيبه موجوده في مصر يعني برضو موسيماني الاخطاء اللي احنا شفناها النهارده او شفناها في مباراه الدوري ما ينفعش انها تتكرر خلال الفتره اللي جايه علشان بطوله الدوري ولازم اللعيبه ترجع بسرعه انت ممكن ترجع بس تاخد وقت ففي الوقت ده ممكن تخسر حاجات تانية لا قدر الله فانت محتاج ترجع بسرعه والبطل بيرجع بسرعه وبيرجع بقوه علشان يقول انا موجود ويقدر ينافس مره تانية على كل البطولات صحيح طيب بعض اللقطات الفنيه كنا طالبينها بس في لقطه مهمه جدا 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 كلموا عنها الكباتن تعرفوا من اللقطه دي او من الصوره دي مبدا التكافؤ والعدل في المباراة دي مبدأ تكافؤ الفرص والعدل اللي هو جت في الصورة اللي كابتن محمود الخطيب بيتكلم فيها مع رئيس الاتحاد الدولي الفيفا ورئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم مش عتاب يعني هو الكابتن الخطيب راجل معروف بدماسة الخلق راجل معروف ان هو ما بيخطئش ابدا في حق اي حد ولكن باين عليه جدا 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 زي ما قالوا الكباتن التأثر الشديد الزعل من الظلم الواقع على النادي الاهلي لان هم نسبه كبيره جدا 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 النهارده كانت عايزه المنظر ده. انا عايز بس حاجه قالوها الكباتن اهو ادي الصوره هو كان بيقول له تقريبا الكابتن بيقول له نو فير مش نو فير يعني بيقول له ده مش اللي حصل ده مش عدل كلمه نو فير طبعا اللي حصل ده
مش عادل. يعني حتى رئيس الاتحاد الافريقي بيطيب من خاطر الكابتن محمود الخطيب، بيقول له معلش دي كان غلطتنا يعني، مفيش مشكله حصلت وخلاص يعني عديها بقى. مش غلطتنا احنا يعني، بقى لنا 3 سنين عايزين نعوض، عايزين نعملها، عايزين نعوض الوداد. غلطتنا دي لعبتنا. لعبتنا للاسف. ثلاث سنين عايزين نعوض الوداد مش عارفين، فيعني بس لازم كل ده ان شاء الله هنعديه يعني. احنا كلنا طبعًا زعلانين، وكابتن طبعًا محمود باين جدا جدا عليه الزعل، ده شيء طبيعي صح، وبلغ الناس ده مش فير، ده نوت فير يعني، ده مش عدل. لكن خلي بالك النادي الاهلي ان شاء الله القطر ماشي زي ما بيقول، يتخطى طبعا الكلام ده ان شاء الله طبعًا. وما فيش حاجه هتوقف انجازات النادي الاهلي بالارقام بالبطولات، ويبقى النادي الاهلي. وانا دايما عجبني جدا الكابتن علاء انه انتوا بتتكلموا عليه يا جماعه، ده احنا بنتكلم على ناس بتعمل مقارنه مع ريال مدريد ومع برشلونه يعني. بالزبط. دايما الاهلي في حته تانية، ودايما احنا بنزعل وجماهير النادي الاهلي بتزعل عشان مش متعودين على الخساره. لكن صحيح. يعني صحيح. ده هناخد لها يومين ثلاثه زعلانين، لكن هتلاقي ان شاء الله بعد كده لعيبه وجهاز الفني تارجت جديد وهدف جديد ان شاء الله. مظبوط ان شاء الله. طبعا بنتكلم على كنا هنتكلم في نقاط فنيه، بس مش عايز اتكلم في الفنيات خالص بقى. يعني احنا عايزين نتكلم في اللي حصل حصل واللي جاي ايه، مش هنتكلم في نقاط فنيه، لان خلاص اللي حصل حصل، خسرنا واعترفنا ان النادي الاهلي ما كانش في حالته النهارده، بعض اللاعبين ما كانوش في حالتهم خالص النهارده، بعض اللاعبين اتاثروا. ولكن خليني اجيب لقطه برضو تانية من لقطات المباراه، الجماهير في المدرجات اللي قالوا عليها كباتنا، ونشوف الفوارق بين عدد الجماهير الوداد وجماهير النادي الاهلي، وهتشوفوا من الصوره دي العدل فين، تكافؤ الفرص فين. ما احنا مش عايزين ندوس على اللعيبه برضو، ما اللعيبه دي زي ما قالوا الكباتن السنتين اللي فاتوا كانوا هم ابطال افريقيا، كانوا هم ثالث كاس عالم الانديه، في ظروف معاكسه برضو مش مبررات. احنا ما بنقولش مبررات، كلنا اعترفنا ان كان في اخطاء في الملعب، وكان في اخطاء في اداره المباراه، كلنا اعترفنا بكده. احنا بنتكلم على اتفضلوا دي صوره، لا في صوره ثانيه هوريها لحضراتكم، دي صوره لجماهير النادي الاهلي النهارده كويس، في مدرجات النادي الاهلي في مركب محمد الخامس في المباراه اللي بتستقبل في الملعب اللي بيستقبل مباراه نهائي افريقيا بين نادي الاهلي بطل مصر ونادي الوداد بطل المغرب، اللي هو اصلا ملعبه مركب محمد الخامس. ولو بيلعب في جنوب افريقيا ولا في نيجيريا ولا في الكاميرون ولا في السنغال هي، كان جماهير الوداد هيبقى مش، لا ما انا بقى عايز اجيب الصوره الثانيه، هات لي بقى صوره جمهور الوداد. اتفضل يعني يا كابتن. لو بيلعبوا بقى في نيجيريا، بص يا كابتن علاء، ولا في السنغال ولا في اي ملعب ثاني محيط، هيبقى بالعدد ده؟ لا مش هيبقى بالعدد ده خالص. يبقى النهارده الظروف ما كانتش محايده من اول المباراه خالص، او قبل المباراه ما كانش فيه العدل اللي كان يسمح بين الاهلي والوداد ان يلعبوا في الظروف دي. مش الظروف دي نوايا. طب دي مش ظروف يا كابتن اسامه، احيانا بتضطرك الظروف انك انت تلعب في مكان معين، ده اللي حصل للنادي الاهلي. بس اللي حصل دي مش ظروف، اللي حصل دي نوايا من الاول. اتفضل يا كابتن. دي نوايا من الاول لايقاع النادي الاهلي النهارده، وده اللي حصل. بص هم حاربوا كتير علشان يعني، انا بقولك الكلمه اللي قالها سيد عبد الحفيظ بعد ما باركت له على البطوله الثانيه قدام كايزر تشيفز، قلت له النادي الاهلي عنده جيل ممكن يكسب البطوله المره الثالثه ويبقى حاجه انفراد في الكره الافريقيه. قال لي بس الاتحاد الافريقي مش هيسيبك، والناس في الاتحاد الافريقي مش هيسيبوك تكسب البطوله للمره الثالثه على التوالي. صحيح. هيحطوا قدامك صعاب كتير، عايزين يشوفوا بطل ثاني، عايزين واحد ثاني يروح لكاس العالم للانديه، عايزين يجاملوا الوداد. هو قال لي الكلام ده نصا، فالنهارده مش هيديك البطوله بكل السهوله ويديك الامور كده، لازم يصعب عليك، زائد الحاجات اللي احنا ذكرناها كل الناس اللي وقفت ضد النادي الاهلي هنا في مصر. مظبوط. عندك انت يا كابتن هاني؟ لا والله يعني زي ما بقول لك ان شاء الله نبص لقدام، ويعني هارد لك للنادي الاهلي ان شاء الله اللي جاي افضل باذن الله. باذن الله. كابتن علاء كلام نهائي؟ لا لا خلاص تمام. كل في الالف اللي جاي ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله ربنا قادم احسن ان شاء الله. يعني بطوله الدوري هتكون تعويض جيد بالنسبه لجمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي كمان. ولكن برضو لابد من وقوف جماهير النادي الاهلي كالعاده في المواقف الصعبه والمواقف الحلوه. احنا موقف صعب مرينا بيه النهارده بفعل فاعل،
عايزين نتخطاه. هنتخطاه بتوفيق ربنا، هنتخطاه بالجماهير العظيمه زي ما مرينا مواقف كتير قبل كده. انا معلش هسيبك تكمل الكلمه دي يا كابتن علاء. لما خسرنا 2007 النهائي في استاد القاهره كان بيحكم العرجون، وانت خسرت جمهور النادي الاهلي عشان زكي وواعي، وانت خسران نهائي افريقيا الجماهير نادت علينا واحنا في الملعب علشان عرفت الحاجات اللي كانت بتتعمل وتحكيم اللي كان ظالم وقتها علشان يخسرك البطوله المره الثالثه على التوالي. صحيح. فده دور جمهور النادي الاهلي الفتره اللي جايه توقف فرقتك وتدعم فرقتك. طول عمر جمهور النادي الاهلي فعلا ورا فرقته على طول، زي ما بيقولوا في الحلوه والمره، عمر النادي الاهلي ما بعد عن فرقته. الفرح معاك وشايلك يعني مطلعك السما لو بتحصل اي حاجه ماشي. بيقف جنبك. بس انا ببقى ليا انا كلاعب برضو بيبقى ليا دور. اكيد يا اكيد. بص يا ايمن، دور اللعيب ده دور اللعيب ده دور مع الجهاز الفني، فاهم انت هيكلمه كده. بتكلم على الجماهير دايما واقفه وراك. لكن ما احنا كنا النهارده فنيا ان كانت في بعض الظروف ما ساعدتش مباراه النهارده. صح. لكن دي خليها على جنب. لكن انا بس بعلق موضوع اسامه، انا فاكر طبعا الموقف كويس قوي. عمر جمهور النادي الاهلي ما اساء طبعا للعيب عمره. بعد ما تخسر بطوله وبعد تخسر ماتش بعد ايه عمره، الحمد لله. عشان كده هو دايما جمهور مميز. أيوة. ودايما ليه مكانه خاصه عند كل اللعيبه على مرور الاجيال كلها. يعني في احنا اربع اجيال يعني يمكن بعاد عن بعض، بس لعبت انا وانت وهاني مع بعض، لكن اسامه وبلال، لكن هم بيحسوا بالاحساس ده. واللي قبلنا واللي قبلنا واللي بعدنا واللي بعدنا معروف جمهور النادي الاهلي بمدى حب الجماهير للاعيبته لناديه بدون اي خطا. يزعل من اللعيب بس ما يسيء عمره ما ليه. عمره ما يسيء ليه يعني. ازعل من اللعيب عمره ما يسيء ليه خالص. عمره ما يسيء ليه لان دوت يعني هو ده يعني اللعيب ده رمز للنادي الاهلي. صح. فانا ممكن ازعل من اللعيب كجماهير، ازعل من ادائه، ازعل شويه منه من انت خازل ده وارد، لكن انا اسيء ليه يبقى انا بسيء للنادي الاهلي. مظبوط. وده مش موجود عندنا صراحه. جماهير النادي الاهلي دايما كده يعني. صحيح. دور اللعيبه الفتره اللي جايه يا كابتن، يعني انت بتكلمني على كابتن علاء بتكلمني على موضوع ان اللعيبه والجهاز الفني، بس احيانا احنا لما كنا بنمر بالظروف ديت لا كل واحد بيقعد مع نفسه. حتى لما كل واحد بيقعد مع نفسه يعني عايز يطلع من الجو اللي هو فيه دلوقتي وبيبص لقدام، بس لازم اللعيبه مع نفسها تقعد مع بعض. انا هقول لك بتقول لك هي بتيجي بالظبط يا ايمن، ومش اللعيبه مع بعض، بيجي كابتن الفريق نفسه او الناس الكبيره زي ما احنا بنقول زمان. بيعمل اجتماع مع اللعيبه وبيتكلم بكلام ما فيهوش تجريح، بيتكلم الكلام اللي هو كله تحفيز. وبتحصل في الكوره وكده، ولما تحصل اول بين اللعيبه وبعضها هو ده. ده اللي احنا دايما كنا، ده اللي كان بيميزنا عن اي حد، ان احنا دايما مجتمعين مع بعض. لعيبه كابتن الفريق بيقعد مع اللعيبه بيتكلم، بيخلص كل الرواسب بتاعه الماتشات او البطوله اللي راحت، ويبدا جهاز الفني اكيد بيتكلم مع لعيبه. قبل كل ده هتلاقي اداره النادي والكابتن محمود الخطيب لجنه التخطيط، هتلاقي الناس كلها بتقعد مع بعض اجتماع، وكله على هدف واحد بس، نطلع من اللي احنا فيه بسرعه. وعندنا اهداف كتير وبطولات كتير ان شاء الله نفكر نفوز بيها. هو ده اللي بيحصل. عشان انت بص يا ايمن، بص عمالين نتكلم في ايه واجتماعات والناس ما تزعلش، انت مش متعود تبقى في الموقف ده. صح. انت الموقف ده بالنسبه لك زي بيقول كده ظرف طارئ، انت مش متعود عليه. عشان كده بيبقى تحس ان هو بالنسبه لك حاجه غريبه. يعني كبير النادي الاهلي غريب انه يخسر، غريب تحس ان في كارثه حصلت انك تخسر مباراه، بيبقى بالنسبه له ما ينفعش تخسر بطوله. لكن زي ما كان هاني بنتكلم وانا بتكلم دلوقتي، ممنوع الاساءه للعيب، بيقف جنبك. هو ده اللي بيحصل الفتره دي. خسارتك مباراه او بطوله بالنسبه له حاجه مش متعود عليها ولا هيتعود عليها، بس لكن بتلم نفسك بسرعه وخلاص البطوله انتهت بحلوها بمرها باخطائها اللي كانت قبل المباراه، باخطائها اثناء المباراه، بترمي كل دور ضهرك في هدف جديد. هدف جديد، طول ما في هدف جديد قدامك انت بتشتغل الشغلانه اللي انت ربنا انعم عليك بيها، انت موجود لعيب في النادي الاهلي. فهو ده المنطق، ده اللي بيحصل دايما، التكاتف مع بعض وكله يعني زي ما بقول كده ايه، على قلب راجل واحد. الموضوع ان شاء الله يعدي، وان شاء الله القادم زي ما بقول لك انا ان شاء الله يبقى افضل ان شاء الله باذن الله. كابتن هاني، دور اللاعبين والجهاز الفني الفتره اللي جايه زي ما اتكلمنا، يمكن متعودين ان دور اللعيبه بيبقى اكيد اللعيبه زعلانه جدا جدا طبعا ما فيش شك، لكن الجدعانه بقى انك تقوم تاني. يعني دي الجدعانه، وانا شايف ان عاد على النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي مراحل صعبه كتيره جدا. الاداره ان شاء الله باذن الله كمان هيكون، بص الاعداد الكابتن لازم تكون موجوده، وانا بتكلم ومفيش وقت
يعني دايما بتكون زعلانين، لكن ما خلي بالك مفيش بقى وقت للحزن وانك لا خلاص انت زعلانين بس الزعل ده حوله بقى لطاقه مختلفه، حول الغضب دوت لبطولات جايه في السكه، حول الغضب دوت لاداء افضل في الدوري والمباريات اللي جايه. هو ده اللي هيسعد الجماهير، وانا عارف جماهير النادي الاهلي مع اول مباراه ان شاء الله الاداء هيبقى حلو ونكسب بطوله جديده ان شاء الله. يعني اكيد النادي الاهلي يعني عندنا بطولات كتير، لكن كان نفسنا فعلا في البطوله الثالثه على التوالي. الحمد لله الحمد لله. كابتن بلال، رساله توجهها للاعيبه وجهاز الفني. شوف يا كابتن، يمكن يعني هرجع بيك من ثلاث سنين تمام، لما خسرنا بره، او من اربع سنين تقريبا لما خسرنا البطوله يعني. لما خسرنا اربع سنين مش كده يا كابتن؟ اربع سنين لما خسرنا نهائي البطوله، وكان النهائي الثاني على التوالي انك تخسر، توصل نهائي وتخسر. ساعتها يعني احنا قلنا ما ينفعش النادي الاهلي يمر عليه سنتين متتاليتين تخسر والثالثه كمان تخسر فيها. ربنا وفق بعد كده وكسبت البطوله الحمد لله، وكسبت البطوله اللي بعديها، لان انت بتلعب في النادي الاهلي، انت بتلعب في نادي له تاريخ، نادي عنده تجارب كبيره جدا، نادي عنده اسم كبير جدا 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 جدا. انت النهارده اللعيبه اللي موجوده دي محظوظه ان هي بتلعب في النادي الاهلي صحيح بشكل كبير جدا. يمكن على مدار التاريخ الناس بعد الكابتن الخطيب قالوا الاهلي مش هياخد بطوله افريقيا تمام، الناس بعد الجيل الكبير بتاعنا بقى وابو تريكه وبركات واسامه ومتعب قالوا الاهلي مش هياخد بطوله افريقيا تاني، وخد الاهلي بطوله افريقيا صحيح. وبعد ما عبد الله سعيد مشي والهيصه اللي حصلت ولا الاهلي خلاص مش الاهلي خد بطوله افريقيا مرتين ورا بعض، فالاهلي هو اللي بياخد البطولات صحيح تمام. يعني كابتن هاني شبه الاهلي بريال مدريد طبعا، وكابتن علاء طبعا بريال مدريد يعني اسوء سكواد لريال مدريد السنه دي تمام، اسوء عشان بس عشان هو ريال مدريد الاسم الكبير والكاريزما الكبيره جدا والشخصيه الكبيره، الشخصيه اللي بينطبع بيها اللعيبه، اللعيبه بتاخد شخصيه النادي. المدير الفني الوداد اللي في المؤتمر قال لك ايه؟ قال لك النهارده كان الاهلي ليفربول وانا كنت ريال مدريد وقدرت اكسب في المؤتمر الصحفي. هو بيقول على المباراه النهارده كده طبعا شخص يعني النادي الاهلي مش في حالته كمان، الانديه الكبيره لها شخصيه بتكسب بشخصيتها، بتكسب باسمها الكبير، بتكسب برابط الانديه منها. فاعتقد يعني الناس دي اللعيبه دي محظوظين ان هم بيلعبوا في النادي الاهلي انت بتلعب في النادي، ما ينفعش تيأس، ما ينفعش خلاص تبقى الدنيا انتهت بالنسبه لك. انت لما تقع لازم تقوم بسرعه كبيره جدا جدا صحيح. عندك بطوله تعوض فيها بطوله الدوري العام بالنسبه لك. احنا لن نسمح وجمهور الاهلي لن نسمح ان احنا نكسب بطوله الدوري اللي تاني سنه ان شاء الله على التوالي. ان شاء الله بطوله الدوري تكون بالنسبه يعني مصالحه لجمهور النادي الاهلي باذن الله ان شاء الله. كابتن اسامه كلمه اخيره. يعني بص للمستقبل، نفكر في اللي جاي، هو ده الاهم. موسيماني عنده اخطاء فنيه، لازم يراجع حساباته مره ثانيه. الاداء في الدوري في النادي الاهلي يعني لا في افضل من كده، علشان احنا بنبص للمستقبل. فانت بتبص للمستقبل لازم تشوف اخطائك، زي النهارده واحنا قلنا العوامل الخارجيه والامور كلها غير محايده، لكن عندنا اخطاء فنيه داخل الملعب صحيح، هي اللي خسرتنا النهارده جزء من النهائي الافريقي. برضو الاخطاء دي اللي موجوده النهارده هي موجوده في الدوري مع موسيماني. لازم موسيماني يعيد حساباته مره اخرى، في سواء في تشكيل، سواء في لاعبين موجودين داخل الملعب، في طريقه لعب، في امور كتير لازم علشان نبص للمستقبل وناخد بطوله الدوري. هي دي النقطه، لازم اللعيبه تقفل على نفسها بسرعه، لازم يلموا بعض. وزي ما جمهور النادي الاهلي النهارده زعلان رغم الظروف الصعبه، وانت بتلعب في ظروف صعبه، ان شاء الله يعني يقدروا يفرحوا جمهور النادي الاهلي السنه دي بتتويج ببطوله واثنين وثلاثه ان شاء الله. انا كلامي مش هيزيد عن كلام نجوم ده كبار، ولكن اتمنى كمصري وكرياضي وكلاعب قديم والان يعني مذيع في قناه النادي الاهلي، يبقى فيه حساب للي بيخطئ هنا في مصر. انا بتكلم على المجال اللي انا شغال فيه، بتكلم على الرياضه. ما يبقاش شعار المسؤولين عن الرياضه في مصر الحساب يوم الحساب للاسف. وصلتني رساله جميله جدا هختم بيها قبل ما نروح ونستقبل الكابتن ناصر عباس، من احد الاهلاويه الجمال اللي هم يعني حبيبنا، راجل اهلاوي مخلص جدا جدا جدا،
يعني بيبكي ويتأثر زينا بالظبط، زي لما النادي الأهلي بيحصل له أي وقع. الرسالة تقول الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الضلال والإضلال ومن الفساد وأهله، وعاش الأهلي فوق الجميع بمبادئه وبطولاته تتويجاته ورجالاته وقياداته على مر التاريخ. ارفع راسك فوق، انت اهلاوي. فاصل، نرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس، ارجوكم انتظرونا. بنرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر، اهلا وسهلا بحضرتك. تحياتي للكابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناتنا الاهلي في كل مكان. تحياتي للكابتن علاء ميهوب، الكابتن هاني رمزي، وكابتن احمد بلال، وكابتن اسامه حسن. منور يا كابتن. بعد اذنك كابتن، بس نوضح نقطه للساده المشاهدين. اثير على مواقع التواصل الاجتماعي ان مجلس اداره النادي الاهلي هيعقد اجتماع عاجل لمناقشه بعض الامور الفنيه، وانا بقول لكم ان الكلام ده عاري تماما من الصحه. مجلس اداره النادي الاهلي لم يدعو لاي اجتماعات طارئه لمناقشه اي امور فنيه او اداريه بتخص الفريق الاول لكره القدم، وكل ما تردد في هذا الشان عاري تماما من الصحه. اتفضل يا كابتن. في البدايه كابتن ايمن، بنقول مبروك لنادي الوداد على البطوله، مبروك للشعب المغربي على كمان كاس الكونفدراليه وعلى البطوله، وهارد لك للنادي الاهلي كابتن علاء. عاوز اقول برضك، مش هضيف اكتر ما انتوا حضراتكم قلتوا، ان موضوع ان النادي الاهلي يلعب في الظروف دي يا كابتن علاء، اوعى حد يقول لي ان اللعيبه ما بتاثرش. طبعا. يعني انا كنت لاعب وحضرتك كنت لاعب كابتن احمد، بتلعب في وسط 50,000 متفرج، صعب، وجمهور طبعا يعني مش عادي، يعني جمهور غير عادي تماما، جمهور بيشجع فرقته بحماس اكيد، لا في ميدان اللعب بيتاثر. طبعا عاوز اقول كمان في حاجات كتيره جدا يا كابتن علاء في الاول كانت كلها ضد النادي الاهلي، ما كانش في حاجه اسمها العداله، العداله احنا بنقول ما كانش موجوده، وده مش مبرر عشان ما حدش يقول. انا بعيد عن الاداء الفني يا كابتن احمد، بتكلم على الاحداث اللي حصلت. النادي الاهلي النهارده لعب في ظروف غير عاديه، كل العالم شاف الظلم اللي تعرض ليه النادي الاهلي في هذه المباراه، ملعب غير محايد، جمهور طبعا موجود. التحكيم النهارده كمان عاوز اقول يعني فيكتور جوميز، هتكلم وهجيب الحالات عشان ما بقاش كلامي مرسل يا كابتن علاء، ولكن النهارده فيكتور جوميز اشتغل بذكاء كويس، يعني اشتغل بذكاء كويس في المباراه، ولكن بنقول ان اللعيبه النهارده ادت في الاجواء ديت في ظروف صعبه جدا جدا، ما كانتش ظروف عاديه يا كابتن احمد، واي لاعب هيقول الكلام ده مش مجامله ومش تبرير للاعبي النادي الاهلي. تعالى نروح كابتن اسامه لفيكتور جوميز، وانا قلت كلمه في البدايه مع كابتن ايمن، قلت يا فيكتور حب نفسك، حب اسمك، انت رايح كاس عالم، اتمنى انك انت تبقى فير وتبقى العداله موجوده على الفريقين. احيانا الحكم بيعمل حاجات بذكاء، مش هقول لك يعني ركله جزاء ما حسبهاش، لا الموضوع مش كده خالص يا كابتن احمد، ولكن النهارده من خلال الحالات هشرح ان ازاي فيكتور جوميز بذكائه ساهم بشكل مش كبير قوي، ولكن ساهم في ان البطوله تروح لنادي الوداد. هروح لاول حاله يا كابتن احمد ونشوفها، حاله غريبه جدا جدا جدا، وهقول لك الحاله اللي احنا بنشوف دي. هنا لاعب نادي الوداد اسمه اشرف داري، القدم اليمنى بتصطدم في السمانه، ده في الدقيقه 27 بالتحديد، ثم يسقط. اعتقد انا محمد طاهر، طاهر ما لمس. وانا هتكلم في نقطتين مهمين جدا. اولا هو لو معانا الحاله هقول لك ازاي فيكتور خلى اللعب يستمر، يعني هنا ما صفرش بمخالفه على طاهر خالص، ولكن الكره مشت تقريبا 6-7 متر لما لقى 2-1، 2 من النادي الاهلي على 1 من نادي الوداد، راح مصفر ورجع احتسب المخالفه. اولا المخالفه مش موجوده، والسقوط سقوط من اللاعب ذات نفسه، فيش مخالفه هنا من محمد طاهر في دقيقه 27. انا النهارده كحكم يعني عاوز اقول انك انت اجهضت هجمه 2-1، اعتقد بنسبه 90% هدف. سؤالك برضك، ان انا بكلم طاهر، كابتن انت طاهر موجود، حتى ده انت ما رحتش اعترضت على الحكم، يعني 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 احنا برضك يعني دي حاجات انا ماليش نتكلم فيها، ولكن حتى ما رحتش يعني خليت الحكم يحس ان هو اخطا، لان ده هدف اكيد. في الدقيقه 27 الاهلي اتحرم منه نتيجه مخالفه وهميه،
على الرغم من الحكم سمح باستمرار ورجع احتساب المخالفه، المخالفه مش موجوده يا كابتن احمد، وحقيقي حاله غريبه جدا. هقول لك على حاجه، لو الحكم ده يعني وعملها قبل كده يا سيدي مش مشكله، خلي اللعب يستمر. صح، خليه يستمر، انت معاك الفار. مزبوط. يعني انت قلقان ليه؟ وخلي اللعب يستمر، ولو جات الكره هدف ارجع وشيك مع الفار، ان كان هناك مخالفه على طاهر ارجع احسب المخالفه، وهو ده الفار. صح كابتن هاني، مظبوط، ما هو دي وظيفه الفار. احنا بنتكلم حتى لما يكون في هجمه كابتن، في تسلل يا كابتن بلال، كابتن علاء، الحكم المساعد بيأخر الرايه وبيستنى الهجمه تتم. لكن طبعا هنا صفاره انا ما اعرفش هو ازاي سافر عليها، ولكن الاهلي في الهجمه اتنين رايحين على واحد، على واحد كابتن هدف، يعني على الاقل انا هروح عندي مساحه ان انا امر او اعمل باص للي جاي جون، او انا اعمل دربل واعدي، هدف كبير. الغريب ان هو سمح باستمرار اللعب، عارف لو صفر في ساعتها كابتن علاء هقول خلاص هو شافها كده، ولكن ذكاء طبعا الاخ فيكتور طبعا اشتغل في الناحيه دي ناحيه بشكل كويس، وكان دي حاله من الحالات. حاله ثانيه كابتن بتكلم فيها نروح نشوف الحاله دي بردك، حاله مهمه جدا جدا. اولا هنا في تعطيل من مهاجم نادي الوداد، تمام، لو صفرت في ساعتها وديت البطاقه الصفراء 100 100، ولكن شنوع خد الكره وعمل هجمه، مظبوط، راحت بردك للنادي الاهلي تقريبا 4-3، او يعني هجمه رجع ثاني سبق ورجع حسب المخالفه وده ازار. انت بتتكلم ازاي يعني؟ دي حاجات صغيره يعني، يعني البعض يرى كابتن هاني هو لازم كان تكمل وبعدين يرجع يديله انذار، مفيش مشكله بالزبط. ما احنا بنشوف يعني الفاول باللعبه، هو خلاص عمل مخالفه كابتن، انا لو لها داعي للتوقف هتكمل بخطوره، ما هو مش عايز خطوره. لو انا ارتكبت مخالفه بلال مع بلال بتهور، وعلاء خد الكره، علاء زميل بلال راح يجيب جون، هوقف ودي بلال دين انذار، ولا تخلي اللعب يتواصل وترجع تدي البطاقه؟ مظبوط، دي برضك حلقه عليها علامات استفهام، ده ذكاء حكم. صح، مش هتقدر تمسك عليه حاجه، مش هقول لك ما حسبش ركله جزاء، بس دي حاجات احنا كمحللين بنعرفها. مظبوط، دي تاني حاله من الحالات اللي هو وقف ورجع المخالفه للشناوي. الحاله اللي جايه احنا بنتكلم في الشوط الثاني كابتن احمد، كابتن هاني، كابتن وسام، هو ادى 4 دقايق. طيب انا النهارده الكوميونيكيشن سيستم بتاعي اكتر من مره تعطل ورحت انت بره تصلحه، يمكن دي يمكن ثالث مره على الاقل. شوف كم التغييرات اللي كانت موجوده في الشوط الثاني، انا بكلم بعيد عن الاداء الفني ثاني اهو، على الاقل 7 دقايق وقت بدل ضيع، اديت 4. الحاجه الثالثه الكور، انت كحكم معاك جهاز، هل من المقول في اول 3 دقايق النهارده الشناوي بيشتكي الكره غير صالحه وبيقول لك اتفضل، وهو بيروح يشوط ويلعب ولا كان حاجه حصلت؟ يعني تعطيل اللعب هو ساهم فيه بشكل كبير. نروح للحاله الغريبه ايضا من ضمن الحالات اللي هي الثالثه، وليد سليمان. طب انا مش هتكلم، ده حسبها فوق العكس، ده انت واقف بين اللعبه مشاه يردتين. لا لا مشاه فاول، لا 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 وليد الكره بايده، لا وليد سبها هاندبول على ايه؟ كابتن مال ده حسب المخالفه على وليد، هاندبول على وليد، مسك بايده الكوره، هاندبول عشان مسك الكوره. طب الراجل سقط والكوره جت في ايديه، ودي انت بينك ومن اهو، ده بينه وبينه ياردة، ده فاول على الحدود 18 يا كابتن. مظبوط، دي حاجات ما تقدرش تمسكها على الحكم. صح، ولكن هو اشتغل بذكاء جدا. مظبوط، انا بقول في الاخر يا فيكتور ادائك النهارده يعني تحكيم، على الرغم من المباراه سهله جدا جدا، ولكن هناك نقاط اداريه وفنيه، انت النهارده كنت ساهمت بشكل كبير يا كابتن احمد في ان الوداد النهارده يفوز بالبطوله، مش مبرر، ولكن انا بتكلم على تحكيم. لا، الحالات دي كلها لما يجي نقف عندها لا اكيد حالات اخطاء تحكيميه كان يجب على الحكم ان هو يتفاداها. الشيء الثاني اللي بنتكلم فيه يا كابتن ايمن اللي هو شيء مهم جدا جدا، وانا قلته، انت رايح كاس عالم يا جوميز والدنيا كلها تتفرج عليك النهارده، هو تفكر الناس كلها يعني ما عندهاش القانون ولا الناس كلها ما بتشوفش؟ انت عملت حاجات النهارده فيها ذكاء اثرت على نتيجه المباراه، هي مش ركله جزاء ما اتحسبتش ولا هدف من تسلل، ولكن الاخطاء اللي انت لم تحتسبها للنادي الاهلي اكيد اثرت في الاداء. وبشكل عام كابتن ايمن والتحكيم يعني ما اثرش قوي، ولكن ما كانش ده الاداء اللي احنا طالبينه من فيكتور في هذه المباراه. صحيح، شكرا يا كابتن ناصر، شكرا جزيلا، شرفتنا، وان شاء الله نتمنى النادي الاهلي الافضل الفتره القادمه باذن الله. ان شاء الله يا كابتن.
بانتهاء الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه احداث الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي والوداد المغربي في نهائي بطوله افريقيا للانديه، والتي انتهت كما اراد الاتحاد الافريقي بمساعده الاتحاد المصري لكره القدم، وهي تتويج نادي الوداد المغربي بالبطوله. مبروك نادي الوداد البطوله، وهارد لك لنادي الاهلي، وحظ افضل الفتره القادمه ان شاء الله. عايز اقول لجماهير النادي الاهلي، الخساره دي ما بتقللش ابدا 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 من قيمه النادي الاهلي، بالعكس الخساره دي نادي الاهلي حصلت له نفس الكبوه دي قبل كده وطلع منها بافضل من الاول كتير جدا جدا جدا، وشفنا السنتين اللي فاتوا. ان شاء الله الفتره اللي جايه محتاجين دعمكم كما عودتونا دائما، جماهير النادي الاهلي العظيمه ورا النادي الاهلي وفي كل مكان، على الحلوه وعلى المره معانا. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهارده وامتعونا، كابتن علاء ميهوب، الف شكر يا كابتن. شكرك دايما، وهارد لك للنادي الاهلي، ومبروك نادي الوداد. وبس عايز تعليق بسيط سريع كده، ان عمر جمهور النادي الاهلي ما بتخلى عن فرقته، وهي دي كره القدم، وان شاء الله قادم احسن ان شاء الله. كابتن احمد، شكرا يا كابتن، شرفتنا. ربنا يخليك كابتن. يعني هارد لك النادي الاهلي طبعا، يعني احنا زعلانين زي ما قلت قبل كده عشان ما قدرتش تحقق انجاز كان هيبقى غير مسبوق بالنسبه لك، لكن البطولات قادمه والاهلي اكيد ان شاء الله هيقف على منصات التتويج مره ثانيه باذن الله تعالى. نتمنى باذن الله التركيز الفتره اللي جايه، الدوري العام محتاج مجهود كبير ومحتاج انك تركز فيه بشكل جيد، وزي ما قال اسامه انت محتاج ترجع بسرعه جدا جدا جدا، وخلاص البطوله دي انتهت وخلصت. صحيح. عندك بطوله ثانيه، وحتى لو كنت كسبت برضه كنا نقول البطوله خلصت خلاص وانتهت، وبرضه عندك بطوله ثانيه. كابتن هاني، شكرا يا كابتن. شكرا لك كابتن، هارد لك طبعا لجماهير النادي الاهلي، وان شاء الله الجايه ان شاء الله باذن الله. كابتن اسامه، شكرا كابتن، شرفتنا. لخص النهائي الافريقي ثاني في مصر، بيحاربوا الاهلي علشان ناجح، وفي المغرب بيساعدوا الوداد علشان ناجح. شكرا جزيلا كابتن اسامه، والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى ورقه تحيه.